بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكرا جزيلا لتلبية الدعوة، وممتنين جدا لحضوركم. والحقيقة يعني احنا جميعا يعني نستشعر الألم يعني مما حدث، وفاجعة كبرى يعني مصاب جلل. ويعني بالتأكيد احنا ليس من يعني من هدف هذا الحوار واللقاء محاسبة الغير، ولكن احنا نريد ان نستشف وبالأحرى قد دروس لما حدث، وأن يكون هناك رأي علمي يعني متجرد من كل الأشياء الأخرى، يكون أساس ل يعني المستقبل، يعني إذا كان فيها يعني وما نتمناه يعني حكومة رشيدة، والله هناك من يعني يستمع لقول الخبراء والمختصين. وليس من المفيد أن يكون هناك ردود أفعال شخصية، ولن يكون من المفيد أن تكون هذه الردود يعني على وسائل التواصل الاجتماعي والأدين، ولن يكون مفيد بأن تتولى هذا الأمر يعني لجان ذات مآرب ويعني ومجموعات دار. إذا لم يعني تتصدى المؤسسات الأكاديمية والجامعات لمثل هذه الأمور، يعني هي الجامعات كبيوت خبرة مسؤوليتها تجاه يعني كل شيء في الوطن، من ابتداء يعني من البحوث مرورا بالاستشارات إلى دراسة الأوضاع وتقديم النصح والإرشاد. وكل الأمم يعني تطورت وتقدمت بالآراء العلمية وبالدراسات العلمية، يعني ليس ب يعني المشاعر ولا بالعواطف ولا ب وبالتأكيد يعني كل الأمم اللي تقدمت استفادت من الدروس اللي مرت بها. يعني لا ينفع بأن نحن نعيش في دائرة مفرغة، وكل في كل مرة نهايتها مأساوية، وبعدين نرد المربع الأول وينتهي المطاف بمأساة أخرى جديدة. هذا لا يجب أن يكون، يعني لا أعتقد أن هناك عاقل. وبالتالي يعني هذه الجلسة يعني ذات قيمة وأهمية، وبمشاركتكم وبتبادل الآراء حولها بالتأكيد ستضفي نوع من العقلانية، يعني حتى رأوا في كثير من الأشياء اللي طرحت على أساس أنها علمية ولكن متأثرة بالجانب العاطفي وتشوهت وأصبحت دارة. هو لا مرد لقضاء الله، ولكن نحن يعني كعلماء وكخبراء وكمختصين ومهندسين ويعني وكمؤسسات أكاديمية على عاتقنا يعني أهمية بأن نحن ندرس هذا الجانب ونتبين يعني الأشياء اللي حدث فيها إخفاق، والأشياء اللي تحتاج إلى تطوير. للأسف الشديد يعني على مر عقود من الزمن هناك شكوى متكررة من تخلف البنية التحتية لهذا البلد، بالرغم من كل الموارد اللي حباها بي الله وهذه الثروات ورغم هذه الإمكانيات. وطبعا يعني لسنا فقراء مال ولا موارد، ولكن مرات فقراء لحسن التدبير يعني. ولعل هذا الارتجال وهذه يعني الأشياء اللي تكررت في السابق، لعل من يعني من المهم أن نشير إليها وأن نمنح حدوثها مرة أخرى. أحييكم، أنا لا أريد أن أطيل، وأتمنى لكم التوفيق. ودكتور عمر حيدير هذه الجلسة، وإحنا يعني على تمام الثقة بأن يعني جهدكم ومشاركتكم وآراءكم يكون لها قيمة. بس للإيضاح أيضا، يعني السبت الماضي كان لدينا جلسة عن الآثار القانونية
المترتبة على هذه الأزمة، واكتشفنا من خلال الخبراء والقانونيين بأن هناك يعني مسائل كثيرة يعني فيها يعني، ولذلك اتفقوا على أن تكون هذه الجلسة الحوارية يعني كل يوم سبت لغاية ما نغطوا كل هذه الجوانب. يعني اكتشفنا بأن هناك يعني مآسي كثيرة وآثار يعني قانونية كثيرة مترتبة على هذا الحدث تستوجب أن يكون فيه معالجة لها. احنا بالتأكيد يعني هذه الجلسة ستضيف شيء ما من الناحية الهندسية ومن الناحية يعني يعني البنية التحتية وما يحتاجها. ربما سيكون هناك من يسمع لرأي العقل ورأي العلم. في الجامعة عندنا لجنة استشارية من خبراء مختصين في يعني إدارة الأزمات على مستوى دولي يعني، وإحنا يعني سعداء جدا بأن عندنا هذه الخبرات الليبية اللي للأسف الشديد لم يتم الاستعانة بها وركنت على جنب يعني. ولم يتم. لكن احنا قلنا لن يعني لن ننتظر، فحيكون فيه ورقة يعني تصدر عن هذه اللجنة المختصة من الخبراء إرشادية لمن يريد الاسترشاد برأي العلم ورأي الخبرة. بالتأكيد يعني تجربتنا نحن مع موضوع إدارة الأزمات والكوارث تعود إلى 2007 عندما طلبت من هذه الجامعة هيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وعند ذلك الوقت كانت تؤسس يعني كهيئة، اشتغل فريق من الخبراء في هذه القاعة 2007-2008 وصدر عنها الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، مجلدين كبار احداها عن البريفنشن كنترول يعني الوقاية، والآخر على كيف معالجة الأزمة. يعني بمعنى أن راهو إذا كان فيه ناس تبي تسترشد برأي العلم ورأي الخبرة هي موجودة، يعني هذه الخطة موجودة، وللأسف الشديد يعني استفادت منها دول أخرى. يعني فيه دول جت وطلبتها منا واستفادت منها. احنا يعني كانت على مستوى عالي جدا يعني، راقي اخذت بعين الاعتبار كل تجارب العالم سواء في الولايات المتحده، في روسيا، في جنوب افريقيا، في اوروبا، يعني في دول كثيره كان يعني في كل الاحوال. هذا هو دورنا، هذه هي يعني مسؤوليتنا. احنا يعني محتاجين الى ان نحن نقول كلمتنا العلميه والمرتبطه بالخبره، و يعني نخلي، لا نريد ان نقول نخلي مسؤوليتنا، ولكن يعني على الاقل لا يؤنبنا ضميرنا بان احنا بقينا متفرجين. احنا ما سيصدر عنكم وعن اللجنه الاستشاريه وعن اللجنة أو الجلسات الحوارية للقانون، هذه كلها لابد أن تصل إلى أصحاب الشأن، عن أصلهم لابد، كونها منهم هم يهملوها ويعني يتحملوا وزر إهمالها هذه مسألة أخرى. لكن من جانبنا إحنا لا نريد لهذه الخبرات وهذه يعني المؤهلات العلمية والأكاديمية وهذه الأبحاث اللي صدرت من قبل والدراسات اللي تمت من قبل أنها تكون حبيسة الأدراج. احنا بدنا أن صوتكم يسمع ومش بشكل منفرد، والجامعة ستتحمل مسؤوليتها الكاملة يعني على يعني في قول الحق. يعني احنا مش حن سلام الله، واسمحوا لي على الإطالة وإن شاء الله ربي يوفقكم. نحن في كلية الهندسة في الجامعة الدولية عندنا رغبة أن نحن ندو بدلونا في هذا الموضوع، على الأقل يعني ندير هايلايت للموضوع هذا، أن في خبراء في الجامعة الدولية في كلية الهندسة لهم الإمكانيات يعني مساعدة ودعم
متخذي القرار في موضوع السدود. فعندنا اليوم تو برزنتيشن، الأول أحد قدمها أستاذ دكتور حسن جبريل عن السدود بصورة عامة، عن انهيارات السدود، وبعدين حيتناول الأستاذ المنتصر خليل اللي هي البروكوشنز اللي ممكن تكون موجودة في كل السدود لتجنب الأضرار الناتجة عن هذه السدود. فحنبدو بالأستاذ الدكتور حسن جبريل، ويتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. في البداية نترحم على شهدائنا وكذلك المفقودين في دارنا، ونتمنى للجرحى السلامة، ونقدم لهم التعزية خالصة من قلوبنا. أنا حبيت نلبي الدعوة هذه بعد ما طلب مني الأستاذ دكتور عمار أن أنا نشارك بما عندي من بعض المعلومات، فدرت هذه البرزنتيشن باسم دامز أن أوفرفيو. At the very beginning, I'd like to say that at the end of this presentation, I am sure that the well-respected audience will easily define the modes of failures of dams. You can easily, after this presentation, define the modes of failures of dams. And also, you can describe the consequences of such events. These are the two main questions which you can answer after this presentation. The contents of the presentation includes 9 items. First one is types of dams and their characteristics. The second one, purposes of dam construction. Third one, types of failures, problems, consequences, and recommended actions to be taken. Design flood selection, criteria for choosing the inflow design flood computations, key points and typical components of emergency action plans. هذه واحدة من الحاجات الأساسية يعني. The key points and typical components of emergency action plans. Finally, we will evaluate dam failure consequences. The first point is types of dams and their characteristics. أنا ممكن نتكلم بالعربي، أعرف أن كلكم عارفين هذه الأنواع من السدود. أول سد اللي هو إيرثفيل دام أو إمبانكمنت دام، وهذه الصورة اللي أمامكم هنا هو عبارة عن schematic representation of an embankment dam. هنا يوضح الريزرفوار اللي حيتجمع، وهذا اللي هو الأبستريم، وهذا الداون ستريم سايد متاع الدام. هذه اللي هي السبيل واي، أو يسمى فيها مورنينج جلوري سبيل واي، فيها رايزر هنا ممكن تشوفوها بعدين، وهذه اللي هي الأوتلت متاع هذه، في بايب هنا يوصل الرايزر بالداون ستريم سايد عشان ينقل المية to the downstream side. في هنا سايد سبيل واي، المية اللي عند منسوب معين لازم نسمح لها ان هي تمر في الداون ستريم سايد، كما هذا حيصير هنا اوفر توبينج لهذا الاستراكشر. This is a plan view or top view and this is a section. هنا الرايزر قاعدة واضحة هنا، عبارة عن هذا الانبوب، وهذا اللي هو maximum surface water level. اللي بعده المية الزيادة حتمشي في هذا الرايزر وتنتقل عن طريق هذا الانبوب الى الداون ستريم سايد. في الداون ستريم سايد انا في حاجة بقولها ستيلينج بيزن. ستيلينج بيزن هذا في جميع الهيدروليك ستراكشرز لازم يندار للحفاظ على الدام تو. المية وهي طالعة هنا ممكن تدير اروجن للسويل بارتيكلز، وبالتالي ممكن تسبب حاجة اسمها باكورد اروجن، ممكن السد هنا ينهار اذا صارت الروزن للتربة في الداون ستريم سايد هنا. هذه another figure showing the plan view and section.
لإمبانكمنت دام، الدام قاعد هنا وهنا، وهذا الرزرفوار كمية المية اللي حتتجمع. الرزرفوار هذا مثلاً هنا نحن دايرين أن في two tributaries are feeding this reservoir. التريبيوتري هذا له كاتشمنت اريا في مكان هنا هيك، المية نتاع المطار لما تنزل في هذا المكان حتمشي إلى هذا التريبيوتري، وبالتالي حيؤدي المية نتاع هنا. ممكن كل دام ممكن يكون له several numbers of tributaries feeding this reservoir. فهذا top view، وهذا section نفس الشيء هنا. كيف ما نحن شايفين هنا الجعبة اللي هي في النص اللي تنقل المية من الأبستريم سايد اللي هو هنا إلى الداونستريم سايد قاعدة في جسم السد هنا. بالمناسبة هنا سد وادي قطارة زمان انهار اللي هو السد الثانوي، وفي ناس داروا دراسات عليه. في مشكلة كبيرة هنا in order to guarantee complete contact بين السويل هذه وبين الجعبة هذه، حتى لو كانت جعبة من الجلفانايزد ستيل أو كاست آيرون ستيل، كيف تقدر تضمن complete contact بين التربة وهذه البايب؟ كم هذا حيصير شنو؟ حيصير flow at the periphery بين الصويل وكذلك بين جدار الأنبوب. الحركة متاع المية هذه it can transport the fine material، هتؤدي إلى مشكلة كبيرة لو واحد من الصويل particles تحرك من مكانه. بعدين لما طاح السد واكتشفوا أن هذه هي الظاهرة، جو داروا هنا في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه concrete blocks in order to prevent the easy movement of the water from the downstream side to the upstream side. النوع الثاني من السدود اللي هو concrete gravity dam، هذا cross section schematic بس عشان يبين. وهنا في هذا السد في أحد الأنهار في إيران، وقاعد واضح هنا اللي هو الرزرفوار المتجمع خلف السد هنا. السد هذا لو نحن مثلا درنا ارتفاع اكبر شويه، فالميه حتتجمع في هذا الوادي بين هذه الجبال هنا. فيمكن انك انت تختار ارتفاع السد كيف ما تبي، انت شنو تبي، انت ما هو حجم الميه اللي تبي تخزنها في الخلف هنا. فمهمه جدا اللي هي اللوكيشن بتاع اختيار مكان السد. النوع الثالث من السدود يقولها باتراس كونكريت دام، هذا واحد من السدود في اليونان، والشكل متاعه بهذا الشكل يندار من الكونكريت حتى هو. وكل واحد له its advantages and disadvantages. النوع الرابع arch concrete dams، حتى هو يعتمد لو كان عندي الابارتمنتس عندي سويل قوية وتقدر تتحمل اللود اللي حيجي، لأن الارش دام ينقل في اللود على الابارتمنتس في الجانبين هنا، بالإضافة إلى السبيل واي قاعدة واضحة هنا أنه ينقل المية إلى منسوب معين، المية الزيادة لازم تنتقل إلى الداونستريم سايد، السكشن بتاعها بهذا الشكل. في أشكال أخرى من السدود، ولكن أنا هنا اكتفيت بهذه الأربعة من السدود. النقطة الثانية purposes of dam construction. Dams can be built for several purposes. Among such purposes, dams can be built for flood control, to control the flood. Or for irrigation purposes, or for water supply at drought periods. It can be also built for hydroelectric power generation or navigation. Navigation الأنهار في ناس استغلوا مثلاً بعض البحيرات اللي اندارت عمليات النقل، خاصة نقل مثلاً الأشجار، نقل البضائع، نقل كذا. ففي بعض السدود اندارت لهذا الهدف اللي هي النافيجيشن. نفس الشيء for recreation يمكن انك انت تنشئ هذه السدود. The third point types of failures. هناك عديد من الاسباب متاع الفيليرز متاع السدود، ولكن هنا انا حاولت نختار the most common and causes of dam failure. The first mode of failure is seepage, which leads to piping. All earth dams have seepage due to water movement through the dam. لا يمكن أنك أنت تقدر تسيطر على المية، سواء درت earth fail dam أو gravity dam. لو درنا concrete dam فالمية هتمشي في الفاونديشن بتاع هذا الدام، وتحاول، لأن في difference in head. This difference creates
force in order to for the water to move from the upstream to the downstream. نحن نعرف الأشياء تحرك من المكان الأعلى هيد المكان الأقل هيد. التيار الكهربي ينتقل من المكان الأعلى فولت إلى المكان الأقل فولت. الحرارة تنتقل من المكان الأعلى حرارة المكان الأقل حرارة وهكذا. فهنا المية لا يمكن واحد يقدر يمسكها. فall dams have seepage due to water movement through the dam and its foundation. However, the rate of seepage must be controlled. لا يمكن تقدر تمنع المية أن هي تمشي. But we can control the amount of seepage. Uncontrolled seepage can progressively erode soil from the embankment or its foundation and may develop a flow conduit. في ناس يقولوا لها pipe عشان هيك يسموا هذا النوع من الانهيار يسموا فيه piping. في ناس يسموا فيه liquefaction أو sand liquefaction. فالبايبنج هذه عبارة عن تكون أنبوب أسفل السد أو داخل جسم السد. Common causes of piping, أسباب حدوث البايبنج هذه كثيرة, ولكن من بينها excessive exit gradient. لو كان الexit gradient عالي more than the critical value هتحدث العملية هذه. نفس الشيء poor construction, rodent activity and tree roots اللي هي جذور الأشجار وكذلك اللي هي rodent activity هذه. هنا مثال بسيط بالصور يبين اللي هي البايبنج فينومينا. هنا قاعد واضح ان السد هنا صار فيه فلو. هنا هذا الاوتلت بتاع السد هنا, ولكن هنا في سيبج ديو تو بايبنج. المكان هذا في الداخل من هنا لعند الابستريم او الريزرفوار المتجمع خلف السد في بايب. هنا لو كانت الميه اسفل السد, لو كان السد بتاعي خرسانه والميه هتطلع من اسفل السد هتجي في الداون ستريم سايد تشوف الشكل هذا اللي هو اخذ كانه شكل الفولكينو هذا. لو الظاهر هذه ظهرت عندك وانت كأوبريتور قاعد في الموقع مباشرة انا تاخذ measures in order to control the continuous flow of هذه اعتمادا على حجمها و enlargement متاعها وهكذا. في سد انا كما احنا شايفين انا هو انهار due to الظاهرة هذه اللي اسمها piping بس في الفاونديشن, وهذه piping بس في ال embankment body itself. انا مثلا انا لو كان عندي embankment dam وهذا الامبانكمنت كان هوموجينيوس دام, انا كاتب هنا الاي هوموجينيوس وكذلك البي دام ويز كور. الكور هذا هو عباره عن ماتيريال وحده اخرى ممكن تكون من الكلي. لو كان فيري ويل كومباكتد الكلي نحن نعتبره فيه نو فلو او امبيرفيوس ماتيريال فالميه مش هتمشي. لو انت هنا يو كان ستور ووتر اب تو ذيس ليفل يسموه فيه نورمال بول ليفل أو الـ highest surface water level اللي هو الليفل هذا. هنا لا يمكن تقدر تمنع المية لأن هذه تربة فالمية هتمشي. السطح العلوي هذا احنا نسموه فيه فرياتيك لاين أو يسموه فيه free water surface, الضغط عليه يساوي الضغط الجوي والمية هتمشي بهذا الشكل وممكن تطلع من الـ downstream sloping side هذا. لا يمكن أي مهندس يسمح للمية أنها تمشي بهذا الشكل. المية لو طلعت من هنا في exit gradient هنا في فرق في الهيد على فرق مسافة معينة هيجبر الفاين ماتيريال اللي هي تتحرك من مكانها. في قوة قاعدة تدف في السويل بارتيكلز هنا. لو واحد تحرك من مكانها the order will be for the next particle it will be susceptible to move. نفس الشيء لو واحد تاني تحرك اللي بعده بيتحرك وهكذا. فممكن تصير لنا نفس البايب اللي شفناه من بدري في الصورة هذه. عشان هيك لازم في الامبانكمنت دامز نقدر ندير كور ونقدر ندير فلتر هنا at the dam toe. الفلتر هذا هو عبارة عن several gradation of soil particles. ونحن نعرف المية ما تحبش المقاومة, تحب تمشي في المكان السهل هنا. فلو نحن درنا فلتر هنا عبارة عن graded soil particles من الكبير للصغير فالمية حتجي في المكان هذا مباشرة وتحاول تنزل في الجهة هذه. العملية هذه أنا ما سمحتش للمية أن هي تمشي وين؟ تمشي في السلوبينج داون ستريم سايد. هذا لا يمكن تسمح له انت وكما هذا يصير عندك هنا انهيار. هنا الكلي الميه مشت فيه بهذا الشكل لازم ينزل لان الكلي الفلو فيه بسيط تكل مقارنه بالشل. هذا المكان احنا نقول له شل وهذا اللي هو الكور وهنا المنطقه هذه احنا نسموها فيها اللي هي الداون ستريم تو. هنا انت قدام هنا
ممكن هذا في ناس اللي داير الدراسة هذه دار إن هي غير البرمابيليتي متاع التربة متاع الكور هذا، خلاها من 10 إلى 100 أقل من البرمابيليتي متاع التربة هنا، يعني حركة المية في التربة هنا السرعة متاعها ممكن تكون 1، فأنا خلاها 0.1. إذا كانت هنا 10 أنا خلاها 1 متر بير سكند. كل ما تقلل النفاذية أو البرمابيليتي هذه فالمية تبي تنزل. أنا بالنسبة للمية إن هي تنزل ما نبيهاش تمشي في جسم السد. يمكن الواحد يدرس هذه، نقدر أن نأخذ اللي هو الامبانكمنت دام، وإذا ديبرست كور في كور هنا نحن دايرين ديبرشن في 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 التربة، وحتى هو ممكن يكون من الكلاي. وفي عدة طرق زي النوميريكال ميثودز عشان تحل بها المعادلة اللي تحكم حركة المية هنا. هي الفكرة شون المية هتنتقل من الأبستريم سايد اللي هو هنا إلى الداونستريم سايد. حركة متاع المية هذه يمكن تمثيلها بمعادلة تفاضلية. لو نحن قدرنا نحل المعادلة التفاضلية هذه فنقدر نعرف المتغير متاع اللي نبحث عننا. المعادلات التفاضلية اللي تحكم حركة المية سواء في الكيس اللي هي ستيدي ولا أنستيدي لا يمكن حلها بالمعادلات أو بالطرق اللي هي سموا فيها analytical methods. فممكن نلجأ إلى حاجة يقولها numerical methods. في numerical methods واحدة من أشهر الطرق اللي هي سموا فيها finite element technique. في finite element technique هنا لازم أنا ندير مش على منطقة الدراسة سواء في جسم الساد أو في الفاونديشن اللي تحته. الريزالتس اللي طالعة متاع هذا الموديل هتجد شنو؟ هتجد اللي هي الهيد at every point هنا اللي قاعدة at every node هنا. لو كان عندي الهيد نقدر أنا نرسم هذا اللي يقولها equipotential lines، نرسم خطوط تساوي الهيد اللي هي هتجد بهذا الشكل في جسم الساد اللي هنا الرأسيات هذين، وكذلك اللي باللون الأسود هنا اللي هي في الفاونديشن. ونحن نعرف أن الفلو دائماً perpendicular to the direction of the equipotential lines. stream lines اللي باللون الأزرق هذا stream line، في ناس يقولها flow line، لما يحتمشي من هنا وحتقطع في الجهات الثانية هنا. فنقدر أنا بمعلومية الهيد نقدر نعرف الفلو ونعرف قيمته. لو أنا نعرف قيمة الهيد ده أنا تلا نقدر نعرف الشغل كله، نقدر نعطي الفيلوسيتي ونقدر نجيب الأبليفت بريشر ونقدر نحسب الانترنال بريشر ونقدر أي حاجة على السد هذا نقدر نعرفها بهذا الموديل. أنا درت هنا تشيماتيك ريبريزنتيشن عشان تجد واضحة عملية البايبينج. فتخيل عندنا الفلو ماشي from the upstream to the downstream. المكان الخطير اللي هو حيجد susceptible to piping phenomena اللي هو downstream toe عند المكان هنا. هنا لا يمكن المية هنا قاعدة تدف في الصويل، لكن في صويل قدامها هنا فمانيش ما عنديش مشكلة. المكان الخطير اللي هو في هذا المكان هنا. في ناس وجدين من العلماء درسوا حركة المية في هذا المكان. فالبايبينج هذه عشان تحدث كان لازم soil particles تمشي in front of the water particles. فحيجد حركة الصويل في downstream side بينما الـ piping phenomena will take place in the backward direction ماشية للـ upstream side بهذا الشكل. هتجد الصويل يمشي لقدام مع المية وحيصير فراغ تحت السد هنا taking place in the backward direction to the downstream بهذا الشكل. العملية هذه تحدث لو كان الـ exit gradient أكبر من الـ critical gradient. critical gradient الناس العلماء عرفوه وقالوا إنه هو واحد. فلو كان الـ exit gradient يساوي واحد فالصويل اللي هنا is susceptible to be transported in front of the water particles. فشنو هو الـ exit gradient؟ هو عبارة عن فرق الهيد على فرق المسافة. فأنا لو أنا داير هنا مثلا numerical solution وأنا نعرف الهيد عند النقطة هذه ونعرف الهيد عند النقطة اللي فوق منها ونعرف المسافة بين النقطتين، فرق الهيد بين النقطتين على المسافة هذا يعطيني الـ exit gradient. لو كان الـ exit gradient هذا قريب من الواحد عندي مشكلة هنا. فكيف ندير أنا هنا؟ لو أنت تدير في ديزاين، الديزاين هذا كله حيقعد على الكمبيوتر قبل ما ينفذ. الشغل لازم يندار على الورق قبل طبقا للأصول العلمية والفنية، وبعدين يمكن تنفيذه في النهاية بعد ما يرجعوا الناس اللي هم متخصصة في هذا الشكل. أنا نبي نضعف المية، نبي نخلي المية ما عندهاش إنرجي باش تدف جزء الصويل قدامها. فأنا نقدر نزيد الحاجة يسموها فيها سيبش باث، نطول السد ديك، لكن لما نزيده هتيجي التكلفة عليا. ففي ناس مثلا هنا لو انا
هنمشي للسلايد الاخرى يعني. فشنو يديروا؟ يديروا في شيت بايل هنا عشان يحلوا المشكله. الشيت بايل هذا عباره عن جدار حديدي يعني اسفل السد. هذا جدار هيجبر الميه ان هي بدل ما تمشي بهذه السهوله اللي هي باللون الازرق هيحاول يجي هنا، بعدين هيصطدم بجدار فبيحاول ينزل بشعب الجدار ويمشي مره اخرى، فنحن بنزيد للمسار نتاعها. Prolonging the sewage path will reduce the water energy. واحد من الأسباب. لكن وين نحط الشيت باير؟ هنحطه مثلا هنا at the middle ولا at the dam hill في المكان هذا ولا at the dam toe؟ وشنو الدبث متاعه؟ هذه طبعا شنو حتجي حاجة اسمها optimization. أنا اشتغلت أنا ودكتور عمار على حاجة خاصة بحاجة اسمها mouthpiece. وجماعة الهندسة الصناعية عندهم الاوبتمايزيشن هذه حاجه اسمها لينر بروجرامينج او باستخدام الريسبونس سيرفيس ميثود، ويقدر الواحد يعطيني الاوبتيمم شيت بايل لينث كومبيرد تو ذا فاونديشن ديبث. انا نبي نجيب اللينث. انا لو واحد بيقعد في السيف سايد تماما شنو يقدر يدير؟ يقدر يدير شيت بايل ويسكر المكان هذا بالكامل. لو كان الروك هنا فرضا الروك على عمق 100 متر هتدير شيت بايل عند 100 متر جدار من الحديد. راهو لو تشوف انا نشرح لك كيف مثلا يبنى الجدار هذا تاخذ سنوات ممكن وتكلفه كبيره جدا. هل معقول ندير 100 باش نسكر على الميه؟ انا نقدر نحل المشكله ما نخليش الميه تمشي بالداون ستيم سايد، ما عادش عندي مشكله البايبنج بكر. لكن انا it is not feasible, it is not economically feasible. فانا في لينث يغني لك العمليه هذه، يخلي الاكزيت جريدينت قليل جدا مقارنه بالواحد. ففي ناس حلوا المشكلة هذه بهذا الشكل. النوع الثاني من أسباب انهيارات السدود يقولوا الأوفر توبينج. الأوفر توبينج هذا المية لو عدت فوق السد، عدت فوق السد أنا ممكن ندير إروجن لداون ستيم سايد. ولو كانت حتى السد خرساني ما تديرلاش إروجن، تتقلبه في الجهة متاع الداون ستريم سايد في الأب ستريم سايد، لأنه هو مصمم أنه هو يتحمل اللود اللي جاي من هنا. لو أنا حطيت المية من قدامه حتقلبه على طول. ففي الحالتين سواء كان كونكريت جرافيتي دام ولا كان ايرث فيل دام عندنا مشكله مع الاوفر توبينج. لا يمكن نسمح للميه ان هي تو اوفر توب ذا دام، عشان هيك نديره في السبيل واي اللي وريتها من قبل. اي ميه زياده تمشي على السبيل واي، وبالتالي انا السبيل واي هذه جزء خطير جدا من هذا المنشا. كيف نقدر الكباسيتي بتاع السبيل واي؟ كيف ندير العرض نتاعها؟ فحنشوف مثلا انا بعدين في السلايد اللي جايه جنرال كوزز اوفر توبينج هذا رينفول. الرينفول انت ما كنت مثلا مصمم على رينفول معينه لها فريكوينسي معينه او لها حاجه اسمها ريتيرن بيرد معينه، بعدين جت رينفول وحده اخرى هنا فمش مصمم عليها اللي هو الكباسيتي بتاع السبيل واي. فالسبيل واي هتمشي شويه وفي شويه هيجي يدير تخزين لان مسير اوفر توبينج انا للسد هذا. فهذا رينفول ان ادكويت سبيل واي سايز to accommodate increased flow. ممكن يكون خطأ في الديزاين نفسه. أنت صممت ولما صممتها بفريكوينسي خطأ أو بريتيرن بيرد خطأ، فممكن حصلت سايز ولكن السايز هذا is inadequate in order to transfer the flood to the downstream side. واحدة من الأسباب الأخرى اللي هي spillway blockage by the breath. لو سكرت اللي هي spillway هذه. نحن أنا الشكل متاع مثلا سد وادي قطارة عندنا النوع هذا اللي يقولها مورنينج جلوري، واخذ شكل الزهرة هذه يقولها مورنينج جلوري. المية اللي تزيد عن هذا المنسوب هتخش من هنا وتمشي في الرايزر اللي هو واضح هنا، هي عبارة عن فانل وفيها أنبوب اللي وريتها كم كان ماشي في جسم السد من الابستريم سايد إلى الداون ستريم سايد. السد هنا قاعد عند هنا ونحن دايرين الليفل هذا أقل من منسوب السد هنا، فالمية الزيادة هتنتقل هنا. ولو انت كنت داير على نهر مستمر لا يمكن تقدر تسكر على الميه، لازم الميه نسمح لها ان هي تمشي للمدن اللي تحت السد وكذلك للدول اللي تحت السد. لا يمكن واحد يقدر يسكر على السد، لا يمكن اي دوله تسكر على السد هتغرقها بالكامل. فانت هتدير ريزرفوار معينه بكباسيتي معينه ثم تسمح للميه الزياده، لان كل ما تسكر عليها هتغرق لك المنطقه اللي هي في الابستريم سايد. فانت عندك مثلا كباسيتي معينه وعندك اريا معينه وبعدين تسمح للميه ان هي تمشي في الداون ستريم سايد. النوع الثالث من الانهيارات بتاع السدود يقول ستراكشر فيلير. ستراكشر فيلير كان اوكور ان ذا دام اتسلف اور اتس فاونديشن. ممكن يطيح
السد هذا كراكينج بتاعه لان السد مثلا خاصه مثلا خرسانيه ان ايفن سيتلمنت لو كان السيتلمنت هذا مش متساوي هيجد حاجه اسمها ديفرنشال سيتلمنت نفس الشيء السايد سلوب ستابيليتي ريزالتنج فروم ويك ان فاونديشن ماتيريال نحن مرات نصمم منشا معين على الارض فاول حاجه قبل ما ندير تصميم نبي حاجه اسمها البيرنج كاباسيتي بتاع السويل قوه تحمل السويل هذه لكن في السدود مع الزمن مع وجود الميه وبعض نقل السويل بارتكل زي السيلت ولا الكلاي من مكان الى مكان او غيره كذا ومرات ما يصيرش بايبنج فالعمليه هذه ممكن تضعف بعض الاماكن فيجي ما عادش يتحمل اللود اللي جاي عليها السدود وزن غير عادي وخاصه اذا كانك انت داير سد اللي هو جرافيتي دام كونكريت جرافيتي دام فممكن يصير ان ايفن سيتلمنت لو صار ان ايفن سيتلمنت لاي جزء من اجزاء بتاع السد فممكن ينهار مباشره هنا النقطه الرابعه اللي بنتكلم عليها اللي هي problems consequences and recommended actions انا هنمشي بعجاله ولكن حنوريكم كملخص انا السيبج which leads to piping هذه اللي هي البروبلم بالكونسيكونس ممكن يكون شنو انا لو كان مثلا يعني هذه البروبلم وهذه الكونسيكونس وهذا اللي هو measures to be taken precautions او measures to be taken لو شفنا في الرسم هنا عندنا مثلا تخيل عندي embankment dam وهذا الريزرفوار في الجهه هذه جامع للميه هنا لو انا شفت ان في ليكج at the contact between the dam body and the abutment مرات في المكان هذا لا يمكن تضمن انت complete contact حتى هي فيها مشاكل وانا حنوريكم واحد من السدود اللي طاحت عندهم مشكله كيف تضمن ان في كونتاكت هنا تمام بين اللي هو الابارتمنت وكذلك جسم السد نفسه فانا سيبج ووتر اكزيتنج ات ابارتمنت كونتاكت ات كان ليد تو ايروجن اوف امبانكمنت ماتيريال وهذه التيميتلي ويل ليد تو ذا دام فيلير انا المهندس مفروض شنو لو صارت له العمليه هذه فمفروض مباشرة هنا يدرس الليكج هذا وكذلك الاكستنت نتاعه هل هو انلارجنج او شرينكينج نفس الشيء الووتر ليفل اللي في الابستريم سايد شود بي لوور دايركتلي ومرات مش دايركتلي يعني لكن حتى هي عمليه خافض منسوب للميه لا يمكن تقدر تديرها مباشرة حتى لو كان عندك اللي هو الساد امبانكمنت لما تدير سادن درو داون مرات يصير عندك حاجة اسمها سايد سلوب انستابيليتي مرات لما نزلت المية في جزء أو كتلة من البادي متاع الامبانكمنت دام لأنه هو مصنوع من رمل أو مصنوع من الكلاي أو من السلت أو خليط منهم فأنت لو درت مباشرة خافض للمنسوب مرات يصير سلوب انستابيليتي فشويه من جسم السد تمشي مع الميه لو نزلتها بسرعه يجب يكون عمليات اللي هي تفريغ هذه او عمليات اللورنج تيجي جرادوال وليس سادنلي هنا النوع الثاني من النوع هذا اللي هو البروبلم هذه البروبلم تاعنا مسكينه تو اللي هي البايبنج ممكن يقعد هنا في المكان هذا في عندك اللي هي شفناها المره اللي فاتت اللي هي عمليه البايبنج في الفاونديشن نفس الشيء ات ويل التيميتلي ليد تو ذا دام فيلير or collapse of dam هنا نفس الشيء examine boil for transportation of foundation material تقدر تشوفها هنا وبالمناسبة هنا مفروض فيه هيئة لكل سد والناس هذوما حياتهم عند السد ودورهم مراقبة السد على مدار الساعة ما يقدر يتحرك من يلا السد ويجد على دراية وكفاءة علمية لو يشوف أي ظاهرة من هذه الظواهر يعني حاجات بسيطة مفروض يشوف الحشرات النمل نحن بكري قلنا واحد من أسباب الانهيارات اللي هي الرودنت أكسن زي القوارض هذه زي الحشاكم الفار أو الجربوع مرات يدير لك حفرة الحفرة هذه تقلل السيبج بات في داخل جسم السد وخاصة إذا كان الحركة متاع الرودنت هذه من اتجاهين من الابستريم والسايد والداونستريم سايد فهذه حاجات خطيرة يجب الشخص اللي هو المراقب بتاع السد هذا أو الناس اللي مسؤولة على السد يكونوا على دراية كاملة أنا كنت في تركيا مشينا زرنا واحد من السدود لا يمكن تقدر تقرب من السد لا يمكن البشر العادي يقرب من السد كان معنا ناس بروفيسورز اللي هم يحركوا في الدولة
والاستشارات كلهم هم اي مشكله في المجتمع يجيبوها للجامعه، اي مشكله يجيبوها للجامعه، والناس هم واخدين اذن وقالين كل ما تحرك كيلو يوقفوك شرطه وامن وني وين ماشي ورينا غير كذا، كيلو واحد اخر يوقفوك. وعند المكان بتاع السد في طيارات بتاع الاباتشي وفي دبابات وني لا يمكن تجي لها هذه لو طاح، وخاصه مثلا سد كيف سد اتاتورك داروا سد على نهر الفرات سكر الميه على سوريا والعراق وقعدوا يمشوا في الميه اللي مكتوبه في الاتفاقيات الدوليه، بس مع اي ميه زياده كنت تكسبها من قبل ما عاش فيه، وبالتالي قالت في مشكله الميه. السد هذا يغذي تركيا بربع احتياجاتها من الطاقه، وهي دوله صناعيه ترى صناعات بحريه وصناعه السيارات والطيارات والسكك الحديديه والنيات هذين، يعني محتاجين طاقه. السد هذا ارتفاعه 286 متر، لو ساد نهار الجماعة اللي في الداون ستريم صايد هذوما ما يعني. فنحن أنا ودايرين شنو؟ دايرين فرق عاش عند الساد ودورة كني داروا لهم مدرسة ومول ومرافق رياضية وسينما، وبحيث أن حياتها كانت لأن بعيد أنت في المكان هذا بعيد مني، ويعلموا لك عيالك ومستشفى أو مستوصف صغير يعني أو حاجة كذا يعني. فالناس عايشين هنا وعلى مدار الساعة فيه فرق كل 8 ساعات واحد يمسك ويراقبوا في هذه السدود. فكما قلنا النوع هذا في النهاية بكل هنا كان مفروض شنو دائما هنا you have to contact a qualified engineer لو صارت عندك العملية هذه، يجب هو يكون qualified اللي هو المراقب هذا كيف يقدر يأخذ measures. هذينا نحن قلنا ممكن يكون severe problem وممكن تكون it could be remedial، يعني تقدر تحل المشكله هنا. ما زلنا نحن مع البايبنج اللي هي الرودنت اكشن بهذا الشكل، تخيل مثلا عندنا قوارض او حاجه كذا دارت هذه ومن الجهه الثانيه فقللت السيفيج باث داخل جسم السد، فهنا ممكن الميه حيقعد عندها انرجي عاليه مش حتمشي مسافه كبيره هنا عشان تخترق اللي هو الجزء اللي عند الداون ستريم سايد، فهنا ما زال الانرجي نتاعها قاعده كافيه، فممكن تصير لك العمليه هذه بتاع البايبنج هذه. لو صار فراغ هنا يعني وصلنا المكان الفراغ هذا بالفراغ هذا هنا حيقعد في فراغ تحت السد، السد هذا عنده وزن فلو نزل على طول حيصير كومبليت فيلير للسد هذا. فالعمليه هذه نفس الشيء هنا exiting from point adjacent to the outlet. بكري ان احنا شرحنا ان في عندنا اللي هي المورنينج جلوري تايب اوف سبيلواي، في 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 بايب في جسم السد وطالع للداون ستريم سايد. المكان هذا حتى هو مرات يقعد بين الـ بين الاوتلت هذا وبين جسم السد، خاصة اذا كان من الامبانكمنت وهذا يدرت انت اللي يجعبه، فالمكان هذا حتى هو سسبتبل تو سوليد بارتكلز موفمنت، لان الانرجي بتاع الميه عاليه، في هنا الميه على ارتفاع عالي وها في فرق الهيد هذا حيجبر الميه يقعد عندها اكزيت جريدينت عالي هنا. فنفس الشيء رابيد اروجن اوف امبانكمنت ماتيريال از بوسيبل، وبالتالي هتخلي السد يطيح. نفس الشيء هنا ديتيرمين اف ليكج ووتر كارينج سول بارتكلز، دي ماك هل الميه اللي ماشي هذه كارينج سول بارتكلز ولا لا، فحيراقبها هو. وما هي الكوانتيتي اوف فلو، if flow increases فانا نفس الشيء يجب انك انت تاخذ اللي هي العمليه هذه اللي هي شنو emergency action plan، حرج خطير هذا، والعمليه هذه لازم تصير في خلال هنوريكم بعدين نص ساعه، لازم يتم ابلاغ الناس اللي هم في الداون ستريم سايت. ناس دارين دراسات وهني وحاجه اسمها يسموا فيها full time full preaching time، يعني السد هذا لو ظهرت عليه الاعراض فما هو الزمن اللي حياخده من بداية ظهور الأعراض متاع الانهيار حتى ينهار تماما. في الزمن هذا الناس يحسبوا فيه في بعض ياخذ مثلا يوم وبالتالي انت شنو في الديزاين لازم نجيبوا حاجة اسمها اللي هو pre-formation time هنوريكم بعدين. فهذه حاجات مهمة، وفي النهاية في جميع هذه الظواهر we should contact qualified engineer. واحدة من السبب الثاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو overtopping، زي هذه الovertopping لو كان هذا embankment dam فالمية اللي في الداون ستريم سايد it has the energy and capacity to erode the soil particles
in front of its movement. Hana, hana, this may reduce this discharge capacity and cause of orthogonal spillway. نفس الشيء هنا. نفس الشيء هنا تقدر تدرس أنت هل في إمكانية أن نحن نوقف الأوفرفلو ولا لا؟ بحيث أن يتوقف العملية هذه. في ميجرز هنا ممكن واحد يأخذهم. في ناس يقدروا دايرين مثلاً additional spillway. فيقدر يفتح الجيتس هذه. في جيتس تو مثلاً تسمح للمية أن هي تمر غير السبيلواي العادية يعني. فممكن واحد يقدر ياخذ ميجرز، لكن لو هذا الشخص اللي هو قاعد يعني في زمن قليل جدا يجب ان هو ياخذ اكشن، it could be remedied or not. انا وبناء عليه هياخذ decision هنا، يبلغ الناس اللي هم معاه في الاتفاقية هذه متاع الاخلاء ولا لا. اخر نوع هنا اللي هو في اللي هي هذه types of measures and consequences and actions to be taken اللي هو structural problem. هنا ممكن في جسم السد تظهر عندي بعض اللي هي الكراكس، وممكن عند الاوتلت هنا في ناس يديروا اوتلت من الخرسانة هنا في النهاية عشان يخلي المية تمشي، ممكن يصير فيها شروخ وممكن ما يشوفهاش، لكن الشروخ هذه لو هي قاعدة في جنب السويل بارتيكلز مع الزمن العملية هذه مستمرة يوم اثنين شهر اثنين سنة يعني لو كان في حتى في فاين كراكس، الكراكس هذه تخلي المية تمشي حتجيشر الصويل فممكن تدير عملية الروجن. فالناس هذين اللي هم قاعدين حدا السد يجب يكون عينهم قوية جدا والأكشن اللي حياخدوه يكون قوي. فأنا اسمع wall displacement or open joints هنا، فأنا minor displacement will create edies and turbulence in the flow causing erosion of the soil behind the wall. عملية الروجن هذه ما نبغاش ابدا، على طول هنا ريكونستراكت ديسبليس. لو انا في امكانيه نقدر ندير ريكونستراكشن للجزء هذا نعاوده، او نقدر مثلا ندير اللي هي المواد اللي هي تعالج الشروخ اللي هي بهذا الشكل، او نعاود انشاء بالكامل. وفي جميع هذه البنود وي شود كونتاكت ا كواليفايد انجينير. حبيت انا ندير كلاسيفيكيشن للدامس بناء على عده اشياء. فالدامس could be classified according to their size. فلو جينا شفنا هنا نقدر نقول ان السد بتاعنا small لو كان الكباسيتي بتاعها بمعنى حجم المية اللي حيجمعها 1 مليون كيبيك متر، فالسد هذا نقدر نقول عليه small. والهايت بتاعها يجد below 8 meters. نقول السد ونسموه هيك انه هو medium لو كان الكباسيتي بتاعها من 1 الى 3 مليون كيبيك متر، والهايت بتاعها من 8 الى 15. واخر مثلا واحد انا شفنا نقوله ميجر دام. فالميجر دام تقدر الكباسيتي بتاعها more than 20 مليون and its height is more than 30 meters. هنا hazard potential classification ممكن نصنف السدود بناء على its potential to be destroyed or fail. فحنقول ان لو كان البوتنشال hazard very low وكان loss of life impossible نقول عليه minimal. هذه اللي هي classification according to hazard potential. نفس الشيء هنا لو كان الهازارد potential very high يعني السد هذا في احتمال خطير جدا حينهار هنا، وكان loss of life is probable فنسموه excessive. فدارين تصنيفات هنا زي small, medium, large, major and minimal, marginal, appreciable and excessive. لو جينا رقمناها وعطيناها أرقام من 1 إلى 4 بحيث أن الأربعة هذا سهل بكر مش حيصير مش حيطيح. فالواحد معناه هذا اللي هو major and excessive النوع اللي سميناه هنا. فلو كان الهازارد هن اثنين مع بعضهم في هذا الجدول، لو كان الهازارد very low والسايز متاع السد small فحياخد التصنيف 4. وهكذا لو كان الهازارد فيري هاي هنا لو كان الهازارد فيري هاي وكان السايز نتاعها ميجر بمعنى اكثر من 30 متر والكباسيتي نتاعها اكثر من 20 مليون متر مكعب، فنحن نعطوه التصنيف شنو؟ 1. كلاسيفيكيشن اوف دام اكوردنج تو ذير ديزاين فلاد اند بيك فلاد. نقدر نصنف هنا اللي هي السدود نفس الشيء على حاجه يسموا فيها بيك فلاد او ديزاين فلاد.
شو الفرق بينهم؟ هذه حاجة أخرى علمية محتاجة حسابات. How to calculate the big flood and how to calculate the design flood. فلو كان السد متاعنا هنعطوه رقم واحد، فالبيك فلاد هيجد محسوبة على return period 10,000 years، ونفس الشيء design flood محسوبة على 2,000 years classification. هذه مثلا الرابع هنا اللي هنعطوه تصنيف رقم أربعة بناء على design flood والبيك فلاد. فالديزاين فلاد متاعه عشان نحسب الفلاد هواي الكيو نحسبها على ريتيرن بيرود 250 سنة، اليونت متاعها هنا بالسنة هنا، ونفس الشيء هذه البيك فلاد والديزاين فلاد على 100 سنة. فنقدر نصنف السدود بناء على سايز وكذلك البوتنشال هازارد كما شفنا الحاجات اللي هي شفناها. الديزاين فلاد سيلكشن، هاو تو سيلكت الديزاين فلاد اللي تصمم عليها السد نفسه. In order to know the height of the dam and the peak discharge، عشان مهمات بك نعرف ارتفاع السد نديرها 30 10 15، فانت اكيد عندك فوليوم معين تبي تستخدم مثلا لل for domestic uses for irrigation او water supply او electric generation، فانت عندك هذه. لكن عشان تجيبها الدم height وكذلك البيك discharge that can safely pass، وهذه محتاجين نحن الفلاد هذه ان هي تمشي بامان ما تطيحش السد هنا. A design and flow hydrograph should be implemented and routed through the reservoir. في حاجه مهمه جدا هنا اللي اسمها inflow hydrograph، العلاقه بين كيو والزمن اللي خاشه للريزرفوار، وعندي العلاقه بين الكيو والزمن اللي طالعه من الريزرفوار، في علاقه بين الاثنين الانفلو والاوتفلو. هذين نقدر نستخدمها في حاجه اسمها flood routing، سواء للريزرفوار نفسه ولا داون ستريم ريتش اور شانل. لازم يدير هذه، اي واحد يدير في ديزاين بتاع سدود كان لازم يقعد عنده الانفلو هيدروغراف والاوتفلو هيدروغراف. علاقه بين شنو شنو هي؟ كم الكيو اللي خاش كفانكشن في الزمن، وكم الكيو اللي طالعه كفانكشن في الزمن. تخش فيها الاوبريشن بتاع السد، كم نمشي وكم نخزن وهكذا. فانت عندك انفلو وعندك اوتفلو. لو عندي الاثنين هذين نقدر انا ندير راوتينج للفلاد في الريزرفوار نفسه وفي التشانل اللي جاي غادي. شنو معنى فلاد راوتينج؟ حنشوفوها بعدين في سوفت ويرز. الناس انا الان قاعدوا بسهوله يقدر يدير هذه، فيقدر يعرف شنو، يعرف الهايت نتاع الويف في الداون ستريم سايد في التشانل كهايت، ويعرف الهايت نتاع الويف وكذلك زمن وصولها. يعني الويف هذه او الهايت هذا من السد باش يصل الى منطقه معينه كم ياخذ من الزمن، وهو ارتفاع المياه at different sections في التشانل. ونفس الشيء للريزرفوار، ففي حاجه اسمها ريزرفوار راوتينج او تخديد الخزان نفسه، وفي حاجه اسمها تخديد للتشانل نفسه. تخديد هذا بمعنى نجيب الفلاد ويف هايت and its time of travel لعند different points في downstream side. لو كان عندي هذين فانا تخيل واحد يعطيني الهايت يقول لي انت في المكان هذا لو صار هنا فلاد وتطلع منه ويف هنا حتجيك انا ويف قدر ارتفع الميه 10 سنتي، انا ممكن نقعد ما نمشيش من مكاني، ممكن نتحمل الريسك بتاع هتغرقني او غيره كذا. لكن لو قال لي مثلا مترو ها ممكن عندي اطفال او عندك مثلا انيفة، يعني كم الهايت مهمه بكر، والزمن اللي ياخده باش يصل الى النقطه هذه هنشوفوها بعدين هنا. فهذه النقطه الخامسه اللي هي ديزاين فلات سيلكشن، معناها كان لازم يقعد عندي الانفلو هيدروغراف وكذلك الاوتفلو هيدروغراف باش نقدر ندير حاجه اسمها فلات راوتينج في الريزرفوار نفسه للسد نفسه وكذلك في التشانل ان ذا داون ستريم سايد. كرايتيريا اوف تشوزينج ذا انفلو ديزاين فلاد، شنو هي المعياريه اللي تقدر تختار بها الانفلو ديزاين فلاد؟ There are several methods to determine the inflow design flood. The entire dam design is assigned one IDF, Hana, which is determined based on the consequences of failure of the section of the dam. في حاجة اسمها أنا عشان ندير هذينا محتاج حاجة اسمها IDF curve، يسموه في intensity duration frequency curve. الكيرف هذا يعطيني العلاقة بين الانتنسيتي بتاع المطر، شدة المطر، الانتنسيتي بتاع كم مليمتر بير اور
ينزل قاعد عندي الانتنسيتي، وكذلك الديوريشن بتاع المطر مع ريتيرن بيرود مختلفة أو فريكوينسيز مختلفة، لأن في علاقة بين الريتيرن بيرود والفريكوينسي. ففي حاجة يسموها فيها intensity duration frequency curve، هذا لازم نحن نديروه. تخيل نحن هنا في مغازي نديروا في تصميم بتاع البنية التحتية حاجة اسمها تصريف مياه الأمطار، شبكات تصريف مياه الأمطار. شنو معنى تصميم شبكات تصريف مياه الأمطار؟ أنا نبي نجيب نختار نوع معين من الزعاب، ونبي نحسب القطر متاعه، ونبي نحسب الدبث متاع الإنشاء متاعه والميول متاعه، نبي المية تمشي بالجرافيتي. ففي عندي أربع حاجات، نبي type of the pipe، the diameter of the pipe، depth of execution، وكذلك السلوب متاع البايب هذه. عشان نحسبهم كم ندير الديامتر متاع الأنبوب هذا، 10 سنتي 20 30، هنا لازم يجد عندك من intense duration frequency curve. هذا لو أنا عندي مطر ونحن واخدين داتا، والداتا هذه نقدر أنا نشتغل ونقدر نعطيك أنا الانتنسي. نحن أنا نشتغله بال 1972، دارت لنا شركة اسمها أوف أرب، وأظن أن إحنا نصمم به تيالي في المرافق. كل ما نطلب منهم أنا أعطوني الانتنس ديرشن في المنسيكار ونقدر أنا ندير، أعطيني داتا. نحن عندنا مشكلة في الداتا، لما تبني داتا تستغل بيه ما حدش يعطيك داتا، ليش نعطيها لك وناسن مصلحتي أو حاجة كده هذه يعني. نحن نبو ندير الIDF. الIDF هذا تغير every decade، شوف من 70 كل 10 سنوات تغير مع التغير المناخ هذا. تنا نبي نحسب باش نطلع نختار اللي هو السايز نتاع الانبوبه. طيب ما عندناش نحن حاجه اسمها انتنس ديوريشن فريكوينسي كير. ليش انا محتاج الداتا هذه؟ داتا نتاع المطر بس، حاجه مش سر هي ولا حاجه صعبه يعني، اعطيني الداتا بس ونقدر انا ندير لك انتنس ديوريشن فريكوينسي كير. هذا اللي هو يستخدم في الديزاين نتاع السدود والديزاين نتاع العبارات والديزاين نتاع الستورم سور سيستمز. خلاص العبارة، عارف العبارات اللي يديروا فين تحت الطريق هذا وانت ماشي. أنا عندنا مشاكل كبيرة هنا، هي عبارة عن شنو؟ كاتشمنت إيريا، تنزل مطر تجيب لك المية في هذا المكان. هذا المكان يديروا فيه عبارة، لو كان الكباسيتي بتاع العبارة هذا مش صحيح، والديزاين بتاعها أنت مصمم على الـ IDF اللي هو من 1972 درت لنا في عرب هذه، والدكتور عبد الوهاب عارف القصة هذه، فمش هتطلع المية، تطلع لك فوق الطريق، ممكن تخرب لك الطريق أو تدير لك حوادث كما نشوفه نحن على الطريق الساحل بتاعنا هنا. فمحتاجين نحن الانتنس ديوريشن فريكوينسي كير، هذا واحد من الكريتيريا المهمه اللي بناء عليها انا حنختار لك الانفلو ديزاين فلاد. نحن قلنا لازم يقعد عندي انفلو هيدروغراف والاوت اوف فلو هيدروغراف، بعدين بندير بي راوتينج باش نوريك لو صار عندك انا انهيار كم يقعد ارتفاع الميه وامتى توصل لك والحاجات اللي انا محتاجها. هذه الداتا اللي هي هنا. النقطه السابعه ديزاين فلاد كومبيتيشن، كيف الواحد يقدر يحسب الديزاين فلاد. انا درتها بصوره مختصره، فقلت شنو there are two distinct ways by which design flood is computed. By using a rainfall runoff model يسمو فيه deterministic model. The whole analysis is based on the probable maximum precipitation. في حاجة اسمها probable maximum precipitation يخش فيها أنا الإحصاء. كيف نقدر أنا نحسب the probable maximum precipitation؟ هتخش فيها شوية احتمالات أنا نقدر نجيب بها هذه. وبين العلاقة بين الرينفول والرانوف نقدر أن نطلع حاجة اسمها excess rain اللي حتجيني. إحنا الرين لما ينزل، الرينفول لما ينزل، في جزء منه هيخش في بطن الأرض due to infiltration، وفي جزء يسمو فيه surface detention، في جزء هيتخزن على الأسطح أو التعرجات اللي في السطح وبعدين يفقد عن طريق التبخر، وفي جزء اللي هو هيجري على السطح هذا، هو هذا اللي هيوصل لي للستريمز بتاعتي، هو اللي هيغذي الريزرفوارز مثلاً. فالprobable maximum precipitation محتاجين هذه واحدة من الطرق. الطرق الثانية هي عن طريق الإحصاء اللي هي هنا مكتوبة you can fit a distribution to the peak values متاع الـ annual floods. يعني أنا صار مثلا عندي flood في السنة هذه والسنة الثانية والسنة الثالثة وعندي داتا، لازم يكون عندك historical data، فنقدر لكل سنة انت في السنه الواحده ممكن في الشهر يصير فلاد، الشهر الثاني يصير فلاد، الشهر الثالث يصير فلاد، عندك ميه جايه. فانا هنختار البيك فاليو، في كل سنه هيجد عندي بيك فاليو، هيجد عندي نمبر اوف داتا، نقدر انا ندير فيتنج للبروبابيلتي ديستريبيوشن لهذه الفاليوز.
والبروبابيلتي ديستريبيوشن معروفات كلهم. فلو انا عندي البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي تتبعهن هذه القيم اللي هي البيك فاليوز، معناها نقدر انا نجيب الديزاين فلاد. لو انا درت حاجه اسمها probability of exceedance، انت خايف من اي فلاد كقيمه، فتحدد القيمه وتقدر تحسب بها حاجه اسمها probability of exceedance، او تقدر تحدد اللي هي الريتيرن بيردم بتاعها عن طريق الاحصاب. In simulating the dam breach, if there is no loss of life downstream, the chosen design flood need not be very conservative. تخيل انت مثلا تبي حسابت وعندك مطار حجيك ارتفاعها مثلا 800 ملي، بس بعد 100 سنه بهل ندير ديزاين للسد باش يتحمل الستورم اللي حتجيني بعد 100 سنه؟ في ناس يقول لك لا، خلينا ندير السد بناء على القيم العاديه ليس القيمه الاكستريم هذه، ونتحمل الريسك بعدين. لكن الريسك مفروض ما يقعدش كمان في اللايف او في الفاتاليتي، يعني لا يمكن نقبل ان يصير واحد يموت، لكن ممكن في البروبرتي انت حملها تجي في الاراضي الزراعيه ولا في النيات هذين اللي هي في حاجه اسمها فيها انونديشن اريا اللي هي في داون ستريم سايد. فانا فور دامز وير فيلير ماي كوز لوس اوف لايف، ذا ريكومندد جايد لاين سجست ديزاين فور 1000 تو 10000 زير. تخيل ناخذ معايا اللي هي الريتيرن بيرد، تاخذها 1000 او 10000 هتعطيك رقم كبير جدا هنا، وبناء عليه حيجد التصميم بتاعك كبير. ففي هنا العمليه هذه، هاي الكريتيريا هذه differs from country to country. في الولايات المتحده مثلا قالوا هنا design flood ranges from 100 year for small dams with a small reservoir and no expected downstream losses. هنا ياخذوه وحيديروا design flood اعتمادا على probable maximum flood إذا كان هنا في significant human and economical losses. في بريطانيا لو كان الـ failure threatens the downstream life، the probable maximum flood should be used in the design no matter how small the dam is، بغض النظر حتى لو كان small، طالما في fatality في downstream side صمم على الـ probable maximum flood. في أمريكا قال لك لا، نقدر أنا نصمم على من 100 بدل ما نصمم على 1000 ولا 10000. هذه الأرقام هنا. النقطة الثامنة، أنا عندي 9 نقاط بعدين هنقص على حاجات سريعة إن شاء الله نقدر نكمل. Key points and typical components of emergency action plans. في حاجة اسمها emergency action plans. الكي بوينتس متاحن عديدة هنا. هذا عبارة عن document هيوقع عليه الناس اللي هي أطراف مسؤولة عن هذا المنشأ، لكل المنشآت اللي ممكن تحدث فيها هذه المخاطر. فالإمرجنسي نوتيفيكيشن هنا should list the names and contact information. كيف شنو اللي هي contact information؟ office and conform 24 hour telephone numbers. لازم يقدر معروفات هذين لبعض الأشخاص، هذين عندي الليست متاعهم وعندي تلفونات على مدار ال 24 ساعة قاعدة مفتوحة ومعروفة. For those individuals to be contacted, who contact whom and in what order. لو صارت عندي مشكلة كثالي في مثلا اللي هي نتاع لجنة الطوارئ أو غيره، من يتصل بمن الأول؟ ولازم يكون الاتصال قاعد مفتوح في الدول اللي هي عندها سدود كثالي. هذه أعتقد المسؤولية متاع من؟ شوف أنا مسؤولية الناس هذوما دام owners. لو كان عندي owner local emergency local emergency responders زي الفاير اند بوليس ديبارتمنتس اند ريليتد اورجانيزيشنز، ستيت امرجنسي مانجمنت ايجنسيز حتى هي ناس هذوما مسؤولين هنا اللي هي اوفيس اوف امرجنسي مانجمنت، ريزيدنس اند بروبرتي اونرز ذات ار لوكيتد ايميديتلي ات ذا داون ستريم سايت. حتى هم المفروض يكونوا معانا في الـ في الـ في الاتفاقيه هذه، اتفاقيه مكتوبه موقعه من الاطراف هذه. الناس اللي ساكنين في الداون ستريم سايت حتى هم والبروبرتي اونرز حتى هم، واحد عنده مصنع ولا عنده كذا مفروض يقعد وعنده الارقام بتاع الناس هذوما، ومن حيكلم من في عمليه الاقلاع، ويجب يكون في ثقه. لما نقول لك حول حول، لكن حول في وراها حاجات اخرى ممكن يحكي عليها اخويا منتصر. كيف حول؟ يقول لك على مثلا كان اقلاع، كيف نقل وين نمشي؟ فمفروض في لجان هنا مسؤوله هنا الاوبريتورز بتاع الدام، والاوبريتورز بتاع الدامز اللي في الداون ستريم ولا الاب ستريم، لان مرات انا لما تجمع ترد عليك انت يدير لك حاجه اسمها باك ووتر هنا سور. ففي قصص واحده اخرى الناس هذوما، ومش نذكر اخرين
للاختصار هنا بس، ففي الدام اونرز والريزيدنس والبروبرتي اونرز والمسؤولين وهكذا. في عدة حاجات أخرى، نقاط في الاتفاقية هذه الأسماء Emergency Action Plans، اتفاقية المواقع هذه هنمر عليك بسرعة. Emergency Detection Evaluation and Classification، من اللي يدير العملية هذه وكيف تعرفها أن هي Emergency ولا لا. Warning Conditions هنمر عليهم، في Condition A، في Condition B، في Condition C، هم تتكلم مرات Condition B أو C ما تكلمش حد أنت، ممكن الانجينيرز اللي قاعدين في الموقع يديرون، لكن كانت ايه انا على طول تبي تنفذ العمليه هذه، تنفذ الخطه بتاع الامرجنسي اكشن بلان. هذا اهم واحده مثلا شفت انا اللي هي الانديشن مابس. الانديشن مابس هذه هي عباره عن خرائط توريك اماكن اللي حيصير فيها فيضان، الاماكن في الداون ستريم سايد اللي حيصل اليها الفيضان من اللي جاي من انهيار السد هذا. باي الانديشن ماب از ا كي كومبوننت اوف ذا emergency action plans. في عدة سوفت ويرز موجودة الآن يعطنك ال inundation map، خريطة بتاع مش عارف شو يسمو فيها بالعربي، خريطة الغمر أو الفيضان لما يحتغمر الأماكن هذه. من بين هذه المودلز dam break model، hack one and hack rest models، breach and flood waves. وتخيل نحن في الجامعة بتاعنا أنا نبي واحد من السوفت ويرز هذين نشروه ويجد لايسنس، مستحيل تحصله مثلا، في منهم 3000 دولار، ليش ما نشريش من نقدر نعلم الطلبة وطالب أو مهندسين اللي عندنا وتقدر تخدم عليه وتدير الشغل عليه. عندنا مشكلة كبيرة جدا في مثلا الحصول على مثل هذه السوفت ويرز اللي تقدر تدير لك دراسة بسيطة زي هذه، وهي اوريدي موجودة ولكن it should be licensed، لازم تشريها أنت يعني. هنا مثلا في سد في المكان هذا، هو قاعد هنا، وهذا اللي هو الداون ستريم سايد بتاع النورمال تشانل اللي قاعد عندي. السد هذا لو انهار هنا، فانا اللي بنعرف الاماكن اللي هو حيغرقها هنا. فلما تخدم انت بواحد من السوفت ويرز السابقه هذه، هيعطيك اللي هو الرسمه هذه اللي هم محددين هنا، هيعطيك العرض وزمن الوصول وكذلك الارتفاع. سوفت وير هذا ارتفاع المياه والسد كان هنا في المكان هذا، هو السد هنا، ولا ما ينهار عند كل سكشن من هذه السكشن يعطيني الهايت والزمن وعرض الانهيار. فلو انا عندي مباني، هو الرسم مبين لك الاسم الصفر هذا مبين لك مبنى هنا وفي مبنى هنا هو، وهذه حاجه حقيقيه، وانا في مبنى هنا هو وفي الطريق الرئيسيه اللي ماشي هذه، فيوريك البروبرتيز وفي الناس ساكنين باهي والغمر اللي عند وين ورا لك هنا. فممكن أنا في مباني حتخش في الأماكن اللي حتغمر هنا، فالناس هذوما يجب يكون should be award قبل ما يصير عندي الانهيار هنا. evaluation of dam failure consequence، كيف الواحد يقدر يدير تقدير لحجم الضرر اللي حيصير عندي. علشان أنت تدير تقدير هنا في السوفت ويرز هذينا اللي شفناها، أنا نقدر نعرف حجم الضرر شكي. لو انا عندي الانديشن ماب هذه، نعرف الهايت ونعرف كذا، ونيجي حتغرق لي مثلا مباني ولا تغرق لي مزارع ولا كذا، والناس اللي ساكنين في الداون ستريم سايت نقدر نعرفها هنا، نقدر نقدرها. فعلشان انا ندير او نخش ونستخدم واحد من هذه السوفت ويرز، محتاج هذين كداتا، هيستوريكال داتا قاعده المفروض تعطوها لي، فوليوم اوف ستورد ووتر اند دام. وهذا اكيد انا قبل ما ندير السد والنفذه، نحن حاسبين ان الفوليوم بتاعه يكون هيك، نقدر نطلع الفوليوم لو عندي الميزانيه الشبكيه ونعرف الارتفاع بتاعه، نقدر نحسب الفوليوم اوف الريزرفوار بيهايند ذا دام عندي، والتايم اوف بريتش فورميشن. في ناس هنا كيف نقدر نعرف الزمن اللي حياخذه لو ظهرت عليه الاعراض حتى يصير له كومبليت فيلير؟ مهمه بكل هذه، في انسرتينتي هنا، ما اللي يقدر يعطيني لو نحن درنا السد هذا من هذه الماتيريال وكان ارتفاعها هيك وكذا ومحفصونه وشكله وني المواصفات بتاعه والكاركترز بتاعه، من يقدر يعطيني التايم اوف فيلير يسموه فيه بريتش فورميشن تايم، من بدايه ظهور الاعراض. وليكن مثلا احنا شفنا ميه قاعده تقطع في الداون ستريم سايد، هذه بدايه ظهور الاعراض، بقى عنده يصير له كومبليت فيلير كان ياخذ هنا محتاجيننا. سايز اند شيب اوف ذا اكسبكتد بريتش، شكل البريتش لما ينهار السد كيف شكله، محتاجين السايز اللي هو depth والويث، هيدروليك هيد، ريزرفار ان فلو، هذه هذه محتاجين الحاجات هذين.
هنا نقدر نطلع أنا من هذه و هنوريكم هنا بعض ال بعض الدراسات هنا. مثلا لو خدينا هذه ونقرأ مع بعضنا هنا ممكن نكبر هذه شوية. فتخيل قالك دام بريس انديشن كاركترستكس اللي هي الارتفاع وزمن الوصول والعرض والنيت هذه كاركترستكس بتاعها انكلودينج فلات ويف ترافل تايم نيدد فور بريبيرنج ميرج اكس. الترافل تايم هذا مهم بك زمن الوصول للميه اليك انت ان اوردر تو prepare emergency action plans as a basis of estimating the consequences of dam failure for use and dam safety risk assessment. محتاجين حاجات هدينا. هنا شن قال the breach size والtime dependent والحاجات هدينا مهمة جدا عشان تقدر ندير بها من الانديشن ماب هدينا اللي هي واحدة منهم عشان تحسب هذه البارامترز اللي هي زي time of failure عرض الانهيار الكيو اللي طالعة أثناء الانهيار. ففي ناس دارين دراسات عديدة مثلا لبريت شويتس لو صار عندي انهيار كم عرض الانهيار بيرو في الكلاميشن عنده معادلة يحسب بها البي أفرج هذه فونثون أنزيلت عنده معادلة فروليتش عنده معادلة كل هذين الحساب من؟ الحساب البريت شويتس لو صار عندي بريك الدم صار له بريك واحد نبي عرض الانهيار هنا الفيلير تايم هنا في ناس اعطونا معادلات هيا اللي هي فيلير تايم زي ماكدونالد اند لانجريج موبليت فونثن انجليت فونثن انجليت فروليتش معادلات هذين كلهم تي اف تي اف تي اف كلهم محتاج من اتش دبليو محتاج الفوليوم محتاج كذا. فانا المعادلات هذه نقدر نستخدمها نحسب بين البارامترز اللي نخش به للسوفت وير اللي بناء عليها نقدر نجيب من نجيب الانديشن ماب. نفس الشيء هنا محتاج نبين من مثلا شوف هنا خليني نبين هذه واحد مثلا واحد من الدراسات هنا في سد اللي انا اللي هو انهار ولا يمكن تقدر انت تسيطر على السد سد هذا انهار دو تو اوفر توبينج هنا وكذلك اللي هو البايبنج بين السد وقاعد انا السد في مكان معين وفي هنا مش هستخدم هو الهكراس هنا علشان يجيب الكاركترستكس نتاع هل الداتا اللي قاعده عنده يقدر يدير بها ويعتمد عليها ويدير بها دراسه للانديشن ليفل بعدين ولا لا. السد هذا لما انهار هنا يعني واخذ الشكل هذا بهذا الشكل هنا السبيل واي من الخرسانه والجهه هذه اللي هي فيها كور اللي هو من الكلاي وفي اللي هو الشيل هذه بالاضافه ان هم داروا كونكريت فيس هنا ومع ذلك صار له اوفر توبينج وصارت الاوفر توبينج صار ايروجن للماتيريال اللي هي بين الخرسانه وبين جسم السد هذا فالسد هذا انهار بهذا الشكل. فالصراع كله على من؟ حساب البارامترز اللي يخشن للسوفت ويرز اللي يعطيني الانديشن ماب اللي نقدر بناء عليها نقدر نحسب الكونسيكونسز لو صار عندي كومبليت فيلير. اخر حاجه هنا اللي هي هذه انا هنا درت ورقة اسمها فازي ألغوريثم for estimating average breach width. قعدت breach width والtime of failure والكيو وفي أكثر من بارامتر محتاجة باش تخش بيه للسوفت ويرز اللي هي زي الفلات ويف ودام بريك اللي مبكري يدينا. فأنا داير ورقة باستخدام علم الفازي لوجيك to estimate average breach width هنا كانت في الناتشرال هازارد هذه اسمها Journal of the International Society of the Prevention of Mitigation of Natural Hazards. لو نحن جينا شفنا هنا لما طلعنا البي نحن عندنا شنو كيف الواحد يقدر يدير هذه عندنا داتا في سدود طاحت في العالم موجوده وكل سد معروف ليش طاح والارتفاع بتاع الميه والفوليوم بتاع الريزرفوار والزمن اللي خدها باش طاح هل في اي ويتنسز ولا لا. فالداتا هذه ممكن الواحد يقدر ياخذها ويقدر يدير بها الموديل هذا ويدير تشيك على الفاليديتي بتاع الموديل. فلما درت انا تشيك على الفاليديتي بتاع الموديل بتاعنا هنا مع الافيلبل هيستوريكال methods to determine the breach width كانت أحسن واحدة. ليش؟ لأن هي تتعامل مع الـ uncertain or imprecise phenomenon. لو كان الفينومينا بتاعك جوا منها في uncertainty في الحسابات فالفازولوجيك هنا يلعب دور كبير جدا اللي هو هذا يسمى فيه الذكاء الاصطناعي هنا متخصص فيه طبعا أخويا مار. فشكرا على التوضيح
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في تقديم هذا العرض البسيط. شكرا لكم وشكرا للحضور. الله دكتور شكرا جزيلا على البرزنتيشن. It has been useful and interesting in fact. فلينا نكون much more realistic. السدين بتاعت مدينة درنة وعن بنتهم شركات وظلفية، الأول في 68 والثاني في 86، يعني فوق 40-60 سنة. وللأسف ما كان شيء maintenance ولا متابعة ولا modification according to the sustainments and according to the circumstances اللي تطور. للأسف إهمال كبير من السلطات الأمنية والناس صانعين قرار. هل في ولا حرب بالنسبة للموضوع حرب للإهمال؟ لكن الأسئلة الفنية اللي بنسألهم إن الشركات الوظيفية هذه طبعاً من سنترال يوروب، من وظيفية شعوب صربيا وسلوفينيا وسوهم، هذه ضريعات جداً ممتازات في الانجينيرينج. لكن do you think إن في الوقت هذكي إن ما داروش consideration للجيولوجيكال والجيومورفولوجيكال والميتيورولوجيكال كريتيريا لهذه الدرجة إن يختاروا why merely إن نديروا سد ترابي، why not embankment dam، why not تثاقلي مثلا gravitational ولا كذا أو نوع آخر، باهي ليش داروا ترابي مع إن مشهور بالضعف وكذا. بالنظر في وقتها هم rainfall في الأوقات اللي كان ضعيف الويند كذا، يعني حتى الظروف المناخية أغلبا ما فيش تأثير كبير، وبالتالي ما فيش ريسك عالي. فيقول لك إيرث ما فيش نجاوب على كذا، لكن يعني if you are to take the decision now شنو نوع السد اللي ديره في المنطقة بالنسبة للتو؟ طبعا السدود لها طرق الاختيار، يعني اختيار نوع السد واختيار مكان السد وين الديرة ونوعها، يخش فيها عدة فاكتورز، وبعدين انت شو كومبرمايز بين الايكونومي و لكن لا يمكن تكون السيفتي في الايكونومي بس. لكن لو كانت الماتيريال افيلبل ليش ما تديرهاش من الامبانكمنت او الايرث فيلد؟ بالعكس الايرث فيلد احسن من الخرسانة، يعني لو كان هو متوفر. فتعتمد على الوقت لإنشاء، توفر المادة، safety measures، يعني في أكثر من عامل. العامل هذين يشود في compromise مع advances and disadvances متاع كل واحد. فلو أنا مثلا كنت أنا مسؤول على تنفيذ سادة وغيرها، لو كانت الماتيريال available و خاصة الماشينري اللي الآن موجودة والليبرز موجود، واني why not إنك أنت تستخدم البنك. بالعكس البنك موجود في العالم بالكامل، السدود في العالم بالكامل، لو كانت موجودة المادة هذه تدير على طول البنك خير من الخرسانة. وحتى الخرسانة أعتقد أنها في مشكلة في الداون ستريم سايد. بس أنت اللي بيكون سد هو تخزيني، مش ما هوش بتاعته للطاقة ولا غيره. ونحن المياه بتاعنا طبعا نحن جميع الستريمز بتاعتنا يقولون ephemeral streams. ephemeral هذه في مطر تلقى شويه مياه قاعدات في الستريم، بعد المطر توقف ما فيش مياه، وحتى المياه اللي جمعها تفقد معظمها بالانفلتريشن، تغذي النيزوفيه او بالايفابوريشن. نحن عندنا الايفابوريشن ريت عالي جدا، انا لدرجه يقولوا 90% من المياه تفقد عن طريق التبخر. لا حتى ال they should take into consideration عملية flood control. بالنسبة للسدود درنا ما فيش أي consideration للflood، ممكن water storage أوكي معك، لكن flood control zero. أنت عشان دي أنت عشان ما كنت عشان تدير السد لازم تشتغل على الورق قبل والكمبيوتر، وهذينا كل اللي جلوا. وأنا متأكد الناس اللي هم ليوغوسلاف لما داروا هذه خذوه معاهم هذه الحسابات، وفي حاجة اسمها اللي هي الاحتمال، حاجة اسمها for maximum flood and for maximum precipitation. لا يمكن هذا يخش في الاحتمال تصموا على 1000 سنة الريتين بيرود تخش معاك العملية هذه. نعم. كما قلنا بكرة في 100 سنة 200 سنة 500 شفنا 1000 لو أنا هتبوني ونحن نصمم على، لكن يشد نوت بي سو كونزرفاتيف. مثلا كما قلت لك تخيل أنا عندي مطار حتجي بعد 100 سنة الشدة متاحة هيك تلزمني أن أنا ندير السد بهذا الارتفاع، هل is it feasible and economically feasible يعني
انك انت تبني لي هذا الارتفاع عشان التحمل اللي حتزيد بعد 100 سنه، ولا نقدر ندرو 30 ويحل المشكله بتاع اللي نبيها الان، وانا اقبل الريسك بعد 100 سنه انه هو يطيح. او نقدر، في ناس راوا يديروا في ازاله السدود. انا شفت في محطه غير عاديه هذه اللي اسمها جوجل ايرث، جابوا سد قائم والناس اللي بيحاولوه اكتشفوا ان دار مشكله في الاكواتيك لايف في الداون ستريم سايد، انواع الحوت هاجر، طيور، مش عارف شو صار، حاول السد هذا، ما عادش يبنوا سد. لكن كيف تحول السد؟ ففي امكانيه تحول السد هذا اللي هو انت خايف مثلا انه هو يجيك بعدين مطار كذا، وتقدر تنشئ بعدين اذا كان انت امكانياتك اللي هي اقتصاديه كبيره يعني. One final point بس يا دكتور، one final point بخصوص الكلاسيفيكيشن اللي قلتها في الاول حضرتك، راهو في نوع، مع احترامي، في نوع جديد وقد يكون في الليترشر موجود، لكن هو سكندري وهو تمبرر، ما هوش بيرمننت، انك تبني سد كبير مؤقت. من الذكاء قال لك احيانا انك تدير في وسط التريبيوتريز الروافد نتاع الوديان، لان قد تكون روافد كثيره والفاليز الوديان في قاعده في ماتيور ستيج، لم تصل الى ماتيور ستيج، ما زال في اليوت ستيج، تاخذ معاه في الجرافل والساند كميات كبيره. فانت قال لك من الذكاء انك تدير دايفيرتنج تام لان تحويليه، يعني دير مؤقت يحول لك منسوب 100 على الاقل بدل من انا ما حكيتش على النوع هذا فعلا سددت الميجر وانز. لكن في هي في صحيح صحيح في انا تكلمت انكلودنج هذينا بس، لكن في سدود اخرى. اوكي نسال في سؤال، هو تعقيب. انت دكتور حسن انت قلت 1000 دولار فيه، بالتالي نحن لو في اي شيء من المتخصص حسن وهني فلا تلام. لكن في نقطه برضه عشان الدكتور هي انت عارف العناصر اللي تخش او ديزاين كريتيريا عشان تجامس هو الكلايمت والهيدرولوجي والهيدروجيولوجي والجيولوجي، هذا كله طبعا يعني يخش في، لكن موضوع الجيولوجي عندنا لما احنا اشتغلنا في الرحابة ظاهرة الكارست، ظاهرة الكارست هذه ان احنا الحجارة عندنا لايم ستون، حجارة صوبية، الحجارة الصوبية تحتوي على مادة الكربون، مادة الكربون هذا لما جينا المياه تبدا تنفصل، عشان هيك نشوفوا في الكتل يعني قصدي نعتبره وان اوف ميجر ريزونز يعني الفيلير اللي يصير عندنا في الكالفرز هذه هو موضوع الجيولوجي، بالتالي قد يكون التصميم احنا يكون خارج المحيط بتاعي يعني مستورد، يعني قد يكون في داوت لان التصميم المفروض يكون يعني من الواقع، هذا جانب. انت طبعا هو اكيد لو صنعتك فرصه تحكي فيه، لكن ظاهرة الكارست هذه نحن يجب ان ننتبه لها انتباه شديد، يعني انا مشيت الدار المبادئ وشفت الكتل اللي هي نص هذه الغرفة وكي جاية من الدربة وملسمة احنا جايبها الوادي من اخر الدنيا. بالمناسبة دكتور هي الماستر بتاعها كان على اشتغلت على الكالفرز، وفي نقطة يا دكتور انا نختم معك في تعريف الافرج تيمبري، لاني اشتغلت عليه ودرست فيه. الافرج تيمبري لما اقول لك نحن نصممه على قيمة 1000 سنة ايش معناها هي؟ لا لا it does not mean سكرارتي، مش كل 1000 سنة هيصير، لا هذا الافرج، هذا الافرج افرج نمبر اوف ييرز. ليست نحن لما نقول ريتيرن بيرود 100 سنة لا يعني بالضرورة الدورية، مش معنى ان كل 100 سنة حيصير عندي هذا الايفنت، لكن لنفرض نحن قلنا 100 سنة وكنا واخذين سنة ان الريتيرن بيرود 20، ممكن يصير عندك الظاهره نتاعك اللي تتكلم عليها الريتيرن بيرد نتاعها 20 سنه خمس مرات في خلال ال 100 سنه هذه، ممكن يصيروا ورا بعضهم دغري يعني. فحاجه اسمها افريج نمبر اوف ييرز ثرو ويتش الفينومينا ويل بي ايكوال اور اكسيدد افريج نمبر اوف ييرز، ليست كل 100 سنه تحديدا تصير للعمليه هذه. هي حسن مش حتى الاخوه اللي غير متخصصه في هذا انا اعرف هذا هي يعني لما قلت 1000 سنه معناها احتماليه 1 على 1000 احتماليه حدوث الثاني، يعني هي بعيده الاحتمال ولكن قد تحدث من اول سنه تشغيل السد. ما في يعني انت مجرد هذا الصحاب المصمم انشا السد وجاءت هذه الخطوه لا يلام المصمم،
لان هو البروبابيليتي تاع 1 بين 1000 واحد في علاقه بين الطيار والمبعيد هو في لما تقول لي معناها مش هتصير مش ضروري 1/1000 ان مي هابن ذا فيرست داي كونستراكشن وانت الديزاين انهارت في سدود انهارت في الفيرست فيلينج على طول ما فيش اه وانت في سدود انا كنت بنوريك عندي تو نقدر نوريك سد انهار في الفيرست فيلينج حجم المية طلع 660 مليون متر مكعب وكانوا يشتغلوا في السد وقاعد يجمع لكن يشتغلوا في الابارتمنتس وحاجه كي بيكملوا الشغل فانهار السد وفي اثناء يعني في البرازيل هذا السد ودار مجموعه فاتاليتي في الداون ستريم سايد فكما قال دكتور مش مريان كم نحن قلنا الريتيرن بيرت بتاع الظاهره او الفريكوانسي بتاع الظاهره في علاقه بينهم ان التي تساوي 1 على اف او الاف تساوي 1 على تي الفريكوانسي اللي هي البروبابيليتي هي الليمت بتاع البروبابيليتي التعقيب الاخير على موضوع السد انا انت عارف متخصصين نحن هو مجلس الظاهره كلنا اكيد اتجهنا بنحاول نحسن وفي دافع ذكر الدكتور محمد قال قد يكون الجانب العلمي متاثر بالجانب العاطفي فانا مش كنت انا ما الصوره الذهنيه ان هالكارثة هذا سببها اهمال سياره السد لكن حقيقة لما بديت أنا حسن مجلس المحاضرة في النقابة كان السداد المركب بالاختصار كان يسقط أو الفيضان كان يحدث كان يحدث ولو كان هذا السد مصينين أمس حساسية لأن كمية الأفراد اللي جاية كمية غير مسبوقة أنا تواصلت معهم الشركة الوظيفية هنا في حاجة اسمها inflow hydrograph and out hydrograph أنت تصمم على inflow معين بيجيك واحد اخر تصمم عليه unexpected هذه صار فيها false measures لدينا العظيم ما عندك مشكلتنا كانت المشكله الرئيسيه يعني اللسان لما نقول السد ودي ذرنا كان ليسقط ولو كان مسلمين امس باحسن صيانه كان ليسقط كان الفارق عندنا في زمن الانهيار فقط ان قد يكون النهار في 7 ساعات حسبنا نحن الانهيار لان بدات الامطار في 7 مساء الساعه 3 أو 2 الا صار في فيليا كان ممكن الصيد بدا 7 ساعات ممكن يستغرق 14 ساعه ولا 24 ساعه لكن الفلد مش هو مش شو اسمه مش فاير مش في سيول هو فاير طوفان طوفان فعلا كان الكميه هذه وانا خذيت البيبر بتاع الدكتوره اللي انشرب بدوا يسترجلوا بها واجد اللي مشهوره في جامعه سبا محدد قال صار الفلات في 41 قيمته 51 مليون متر مكعب نتيجة رينفوس 64 ملي وصار في 59 64 مليون متر مكعب رينفو 114 قلت سيميليشن بسيط بالبايثون بلغة البايثون طلعت الكمية الموجودة الآن اللي صارت الفيضان 170 مليون متر مكعب يعني 5 تايمز من الكباسيتي بتاع الريزرفوار هذا لو كان سد الصين العظيم موجود غادي كان يصير لكن تايم وفيلر هذا اللي ممكن الفارق الوحيد احنا قلنا شنو عشان انت في عوامل مهمه اللي هي تايم وفيلر والعرض بتاع والسلوب بتاع الانهيار والعرض بتاعه والكيو اللي طالع هذينا كلنا بنحتاج نتخصصن في الديزاين الاول لكن لو انت كنت حاسب على انفلو هيدروغراف معين وذاك اللي هو الانكسبكتد بعض الرطابة كي انت تتمين ارتفاع الموجة طلع السيميليشن بتاعنا وصل 40 متر سرعة الموجة وصلت من 20 متر في الثانية يعني حوالي 100 كيلو متر في الساعة السيارة كانت بسرعة 100 كيلو متر في الساعة قوة الصدمة على كروس سيكشن 10 متر وصلت 85 طن باش تخيلوها تقسم عليه 25 باش تخيلوا الطاقة الحملة 8500 طن فعلا تو بنحاول نسبوك كم بالتي ان تي كم يطلع وحجم الترسبات ايوه يعني اللي زاد الفلد عندنا كميه السدمنتيشن اللي جاي هل اللي مشاهد درنا ولا درنا هل يوم من الايام ريتو كشيك يغرف ويحول في حال دكتور الشركات اغنى شركات الان يسموا فيها دريدجنج كومبانيز لكل سد نحن وخاصه السدود اللي دارين للتخزين انت لما طبعا الانهار وليك ما قال في دكتور انا قال انه شايل رواسب وشايل غيره معاه وكذا فحيحجزها السد حتى السسبندد سيدمنتس اللي هي عايمه هتجد مع الزمن يصير لها سيتلنج وتتجمع هنا
مع الزمن كما قلت حضرتك 70 سنه ولا 60 سنه فانا اخذ دي دريسنج للنيل اللي هي موجوده بعد تشيلها وتستخدمها في اماكن اخرى وتقدر تحطها في اراضي زراعيه تقدر مهم لازم لكن انا ما فيش حد يدير في هذه اغنى شركات الان اللي هي كيف تدير دريسنج للسيدمنتس ان فرونت اوف الدامز علينا هذا من الحاجات الخطيره بالكامل. دكتور حسن انت دويت على حاجه كان ظاهر انهيار السدود في العام كان امر طبيعي في العالم خصوصا لما حكيت على السوفتوير ومناطق الغام وكذا كان يعني مره انهار نقدر نفتح لك بيبر فور واحده من هذين ما نبيش نقول لك كل يوم يتحسب خلينا نقوله كل سنه يتحسب كل سنه يتحسب في الناس المتخصصه في امريكا اللي هم تدارين هيئات و كوربوريشنز وغيرهم خاصة بالسدود ناس متخصصة وعندهم آلاف السدود زي الصين أمريكا اليابان الناس هذوما عندهم سدود تخيل في مقولة كل يوم يتحسب بالرغم من وجود التكنولوجيا بتاعنا كما قال الدكتور الله غالب هذا البايبنج نتيجة وفي سدود تطيح في سدود تنهار في سدود تنهار في الفيرست فيلينج في سدود تنهار بعد يوم بعد شهر بعد سنه السد قاعد 13 سنه بعدين بعد قطع وكان نورمال رينفول ليس اللي هي كيف نحن مثلا هاريكنز ولا كذا فالنورمال هوني وقاعد كذا بعد قطع نتيجه واحده من الاسباب اللي قلنا عليها في اسباب اخرى ما حكيناش عليها نحن ممكن يصير لك ما تقنلاش انت والبريتو حتى هو في غفله منا في خلال ثلاث ساعات وديك يصير كونسنتريتد ليكيج بعدين يصير كومبليت فيلير ففي ولا نوريك انا جدول في ناس من احسن الناس اللي اشتغلوا واحد صيني اهو انا البيبر انا اسمها كسو اند زان قاعده كبي دي اف عدى جمع السدود اللي انهارت في العالم وجمع 1018 سد خدع عليهم الداتا كامله تخيل هذا الشخص هذه بروحها تعتبر يعني صيني ما عندك بتزيد وعدى دار اشتغل بحاجه اسمها نوميريكال اشتغل باللينير ريجريشن وجاب ايكويشنز نحسبوا بها اللي هو التايم اوف فيلير والعرض الانهيار الجيومتري نتاع الانهيار والكيو اللي حتطلع اللي بنخش به للسوفت وير الصراع كله على اعطيني الداتا اللي هي انسرتن هذه بس نخش السوفت وير هنعرف الانديشن ارتفاع الموجه والعرض نتاعها وزمن وصولها وغيرها كذا هنقدر نحسب حاجه اسمها اللي هي كونسيكونس اوف ذا ايفنت نتاع الانهيار هذا فالصراع كله على هذه عدى جابهم ودار حاجه اسمها كاليبريشن جاب البارامترز اللي في المعادله جاب حوالي خمس معادلات باش نخشوا بهم السوفت ويرز هذين زي فلات ويك دام بريك حاجه زي هذا وفي سدود انهارت عدي خذ الداتا مش هو انهار الداتا اللي انت جمعتها حطها في الكويسنس بتاعها تعطيك 99.99 انه هو صحيح الكويسنس بتاعتها صحيحه والصراع كله يعني قلت لك خطر انت قلت الصين كل يوم تحسب خلينا نقول كل سنه تحسب هو ماذا استفاد في بلادنا من السدود هذه انت قلت في تركيا طاقه وكذا ومصوصفات هنا نحن ما فيش الكلام هذاك هاي نحن شو استفدنا منها في توليد الطاقه في كذا في برضه نقول لك خش على نموذج السمور خير شويه ميه مسكره خلاص لا بس هذا كثير سد كبير وحتى 800 سنه 1000 سنه مرات وكان فاتت نتيجه السكن والمساكن اللي تم انه في اعتداء من المواطنين من هنا عن المجرى هذا زاد في المكان اعتقد يعني من الناحيه التخطيطيه يعني حسب ما وصلنا مع مهندسين تخطيط مدينه درنا والناس الشياب يعني في ما بعتقد ما بين 49 و 59 لما صار نحدد فيها هناك يعني بكل بساطه الحكومه الليبيه في المملكه دارت حرم الوادي 500 متر 500 متر كيلو متر فراغ. سبحان الله 350 هكتار من الرطب. هن 500 هن الكيلو في 17 كيلو. مع السنين والايام اسحب بالعكس قاعد موقع سياحي بيبني على حافه الوادي. عارفه ف يعزمهم بالوادي 3 و 4 متر رغم ان من ال 59 جايبين كيلو متر نص كيلو متر فيطيح 1000 سد في السنه صح لكن
الناس مستجبنا معايير التخطيط. نستمر التكرار. ما نعلموش عليها ليش؟ تسمع شنو؟ هذا من شوية أراضي زراعية. فتالي تجي لك واحد لا يرضى أن واحد بس يريد. تو تسمع وفيات في 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 فيضانات أنهار. أنهار فاضت بسبب أمطار يعني. وخاصة من بنغلاديش كذا. لكن هي السدود. حد ساكن يا له. مفيش حد ساكن في مجاريد. أنا استاذ خالد كان إضافة كويسة جماعة الكهرباء كان جهد كبير جدا يعني في المجتمع هذا وكان في إضافة مطلقة نحن طبعا نحن خلال 24 ساعة كنا في دارنا يعني كنا في دارنا بعد 24 ساعة فجر الثلاث كنا في دارنا طبعا نتأسف يعني صار في دارنا يعني كنا نشتغلوا بالدمعة في عيوننا طبعا الجانب الشرقي من المدينه كان مرتفع اكثر من الجانب الغربي لدرجه ان احنا طبعا خشينا لكل المحطات عندنا محطات 30 كيلو فولت نرفض بالكامل نستغرب انها قواعدها مش قاعده رغم انها مش في حرم الوادي عندنا محطات توزيع في الجانب الشرقي على بعد 1 كيلومتر من مسجد الصحابه ما تبقى من الحرم البيت مش الجزء اللي نهار قالوا اللي توه قاعد على بعد 1 كيلومتر منه لقينا المحطه ارتفاع الميه ارتفاع كامل هذه بالضبط طبعا طالع الميه 11 كيلو فولت على بعد كيلو من على بعد 1 كيلو من مسجد الصحابه اللي هو توه اصبح مسجد الصحابه البيت اصبح على الوادي توه تمام الجانب الغربي اكثر على بعد 2 كيلومتر كانت المحطه ديسترويد بالكامل تمام طبعا اللي شفنا تتبعنا مسار الوادي يعني شفت اخدود هنا في الجبل انا ماليش راجل مهندس مدني ولكن نتبع يعني نحاول نتبع ودائما المهندس عنده فضول فشفت وكأن السد كانوا دايرين له اخدود في الجبل نحتين له اخدود مش قاعد وكأنه واحد فك اعتقد ان كميه الميه اللي انهمرت انت مدري في بدايه المحاضره قلت انقلب السد ممكن يكون انقلب السد مظبوط لا هو ما انقلبش مو صوره قاعده تمام هذه حاجه اختبقى الحاجه الثانيه طبعا احنا صار بلاك اوت عندنا انا متابع مع زملائنا غادي في غرفه التحكم الساعه 12 في الليل يقولوا لي المطار تقاوت الساعه 3 بالليل يقول لي المطار تقاوت الساعه 12 في الليل الساعه 3 الساعه 12 يقول المطار تقاوت ومطار سمحه مش عارف ايش الساعة 3:44 انقطع الاتصالات وبلاك اوت صار لنا الشبكة الشرقية ما عادش عرفنا شيء درنا شيء مع طالب ورجعنا غادي فبصراحة يعني انا دعاني الدكتور عمر مشكور وكنت سعيد جدا ولبت كثير من فضولي يعني نعرف لاني فوجئت غادي ما شفتش ناس من الناس متخصصة تدور لان حسيت في جرافات تخدم وناس كمهندس شفت معالم بدأت تطمس قبل ما تأخذ الحقائق الداتا اللي تأخذ منها يعني يدير منها سيموليشن كيف صار يعني أنت معلش خلينا نقوله يعني حدث كيف هذا صار سبب أثر ما تحولش الأثر أنت خليه لعند المتخصص يجي يأخذ الداتا هذه ويقدر يدير بها دراسة ويقول ليش الحاجة الأخرى أنا لاحظت أن يعني كان في سؤال بنسأله وبعدين جاوب عليه الدكتور في المحاضرة هل السد يعني يا شيخ يعني يصاب بالكهولة؟ فأنت طبعا حكيت إنه ممكن يصير عن البايبن ويصير السد درنا لدرجة إنهم عارف شو كانوا يديروا عرب درنا كانوا عندهم موسم يجيبوا في طين ويطرحوا فيه في الوادي ويديروا في ميز في الوادي تمام؟ وكانوا خذوا الثقة إنه خلاص يعني لما وكانوا فعلا دايرين سياحه ويصوروا سواني رينا سواني جفافي سراي ساحي وخطير فتمنيت ان في ناس يعني ما تنساش في حاجه اخرى يعني من مده سنتين او ثلاث سنين الاخيره سمعنا بهزات ارضيه في المرج وضواحي جبل الاخضر انا مانيش متخصص لكن اكيد اثرت على جسم السد او لا او قد يكون في اليوم هذاك صارت حركه ارضيه تكتونيه ما نعرفش ممكن تكون الميه اللي جت كميه كبيره جدا لدرجه شفت الرخيلي يعني امشي الرخيلي نزلنا هليكوبتر الرخيلي ما قدرناش نوصله يعني من الطريق يعني
المخيل وفي سد حتى ينهار سد صغير. قصدي المخيلي منطقة صحراوية ومفتوحة و... 5 كيلو ومش عارف أودي يعني حاجة غير أبو لامس المطر في جنوبات يعني يعني واضح أن في تغير مناخي كبير، لكن للأسف يعني لا 10 سنين الأخيرات يا دكتور ولا 10 سنين اللي قبلها الداتا متوافقه. انا طلبت استاذ عليا يعني ناقش في رسالتي نبي ناخذ داتا في بنينا على كميه الاشعاع الحقيقيه وكميه الامطار، يعني ندير في السولار بانر بي سيستم ونبي لأ. ما قدرتش نحصل معلومات لدرجه ان قالوا لي تدفع فلوس عليهم يعني هذه حاجه. الحاجه الاخرى اتجهت السوفت وير هومر سوفت وير يحاكي كمية الأمطار والإشعاع والسحب، فمشكلتنا الداتا يا دكتور. ونتمنى يعني ناشا سعيد جدا أن شفت أني كنت في حضراتكم مقامات علمية وعلماء في ليبيا، يعني إنسان يفخر أن يكون عندنا بيت خبرة، يعني ما شفتش حد استعان بها بيوت الخبرة. بارك الله فيه أخوي خالد حكى على نقطة، حتى في حتى في الضرر يجب نستفيد من الضرر. فمثلا انا لكن هناك في سد اسمه كيس ستادي او في بي دنفيل، لما السد طاح مش قالوا معلش كذا الناس طاحوا ولا الناس ماتوا ولا غيره كذا، ليه على طول عدوا جمعوا الداتا هذه واستخدموها لقدام. فشوف الرادار سندا عدا استخدم البرنامج هذا اللي هو مشهور جدا اسمه كراس، واحد من البرامج قلت لك هم يشوفوا ارتفاع الليات علينا وغيره كذا مش لما يدير السد بعدين، لكن السد انهارها في مواصفات بتاع السد، لكن اللي بيبينها لأخوي خالد السد دوت السد انهار بهذا الشكل تمام. شوف شنجارو هنا خذوا اللوكين ايدنتيفيكيشن لاتيتيود لونجيتيود اند اليفيشن بتاع الميه. كيف خذوا الاليفيشن بتاع الميه؟ الناس عدتوا قبل ما حد يشتغل هذول علامات والطرق والليات هذينا. فشوف اخذين داتا بهذا الشكل عادي داروا ايدنتيكيشن بوينتس وبعدين حطوهم في الكراس حطاها اللي هو ارتفاع الموجه لو انت درت السد كيف كان حاسين، ولما تاكدوا منها تاكدوا من الكراس خشوا الداتا اللي هي قاعده وصلوا مرحله ان هم يصلوا الى نفس الاندنديشن ماب اللي هي هذه داروا ان ليش النار الاماكن اللي حتغرق لو السد بتاع السد قاعد فوق هذا، فداروا ان ليش النار بناء على الداتا اللي هي كانت في الحقل. احنا المساكين ماتوا حاول اشيله ويحاول الاثر كما قلت انت تغرز شويه مش اي ناس تجي تنقذ. دكتور انا عبرت من الشرق من الغرب جيت الشيحه وعبرت من الغرب للشرق على رجلي، يعني كيلوين من هنا وكيلوين عبرت الوادي قبل ادير وتول تراب وطريق، فكنت نراقب في المباني شوف في ارتفاع الميه فعلا انا قاعد واضح لا قصدي قاعد واضح يعني حتى لو وصلت متر 40 مبنى مش قاعد في مباني، يعني مبنى 17 متر قادر الميه يكي 10 متر هلا 8 متر هلا 9 متر وتقيس المسافه من السنتر بتاع ستريم. شوف طبعا شوف هذه الناس الويف راهي الويف وسرعتها حجم الويف وسرعتها يعني شوف هاي هنا فالي ديستنس كانت زيرو ماشي شنو يعطي العلامات اللي يعمل هذه اللي هي ستيج ستيج هذا اللي هذه كلمه ستيج اللي هو ارتفاع الميه عنده لما طاح الساد عنده على طول على الاشجار جذور مش عارف من اللي الحواشين قعدت بحارات اصلا عنده خذوا الداتا هذه وداروا بها موديل وقالوا انه مضبوط. لو كانت الداتا هذه من قبل اشتغلنا على الكراس وعندنا اللي هي الطعم فيجر وزمن الوصول وهذا نقدر نعطيكم الانديشن مال اللي هي لوطا الانديشن مال تعطيك العرض وزمن الوصول وارتفاع الموجه هي تقدر تديها تمام دكتور علي. فكان هذا غير عادي بالطبع حتى في الضرر وحتى في الكارثه يجب نستفيد من الكارثه. السؤال دكتور عمر بعد اذنك عن الصوت الناس يسمعوا انفجار هل له تفسير الموضوع هذا ولا؟ اكيد هو ترابي اذا كان ترابي المفروض ما يصير الميه عندها صوت بتاع الاصطدام بس في شك انه في تفجير. شوف نحن مثلا نقول شنو؟ صوت الميه في ثلاث قوانين تحكم المياه تبين اللي هي كونزرفيشن اوف ماس كونزرفيشن اوف انرجي اند كونزرفيشن اوف لينير مومنتم قانون بقاء الماده وقانون بقاء الطاقه وقانون بقاء كميه الحركه. ف
فشنو يقولوا؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، قاعدة مشهورة جدا. باي سيارة ماشية وسيارة داخلة ماشية وكان عندها كاينتك انرجي، هذه عندها طاقة حركة، وهذا عندها طاقة حركة. في أثناء الاصطدام حيصير توقف، حيصير لوزز في الكاينتك انرجي. باي وين الانرجي؟ احنا قلنا لا تفنى حتى تحول إلى طاقة صوتية وطاقة حرارية. في الاصطدام حتسمع الصدمة هذه على طول. لا ما تنساش شنو يخلي صدمة المية لما تصطدم، إذا كان هي مثلا زادت وصار لها اوفرتوبنج وبعدين نزلت على الأرض، العملية هذه هي عندها انرجي وهتخبط، هو جسم ياخذ جسم. تعرف أكيد إن المية لو طاح فيها واحد من فوق كان مية طاح في الأرض تغلى تحت على الأسمنت. مصداقة لكلامك سقوط الماء لأنه هو ارتفاع 75 متر. أكيد أول موجة سقطت على الأرض مش ارتفعت. على طول حيصير عنها، هي عندها انرجي. وجسم بجسم، مش تقول المية مش هتسمع صوتها، ممكن تسمع الصوت هذا اللي هو بتاع اختطام المية بالأرض. احنا قلنا الكائنات كإنرجي ممكن تتحول بسهولة إلى طاقة صوتية. طاقة لا تفنى، تحول من صورة لصورة أوكي، لكن لا تفنى. فممكن واحد يسمع هذا الصوت يعني.